السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نود أن نشكر الأستاذ الدكتور المعمار كامل محادين لإعطائنا هذه الفرصة لتحضير هذه المقابلة الخاصة، ونشكركم على حضورها. الأستاذ الدكتور كامل عودة الله محادين معماري أردني مواليد الكرك عام 54، مختص بتصميم مهندس المواقع المعمارية، عامل على تصميم والإشراف على قرابة 1000 مشروع في الأردن وحوض البحر الأبيض المتوسط، شغل العديد في الماضي عدة مناصب كان أبرزها رئاسة مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وزيرا للمياه والري ومديرا عاما لإقليم البتراء، ومستشارا لدى الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، وهو سياسي ومؤلف لعدة كتب. حصد على العديد من الجوائز والأوسمة في الأردن والعالم أجمع. طبعا سنتعرف أكثر على الدكتور كامل من خلال هذه المقابلة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيك، يسعد تسعد مساك، الله. شكرا لوجودك معنا اليوم دكتور. طبعا مسيرة الدكتور كبيرة جدا، وفي مقابلتنا هذه سنتطرق للنواحي المهنية والأكاديمية والفنية للدكتور ضمن العمارة والتصميم. يمكنكم الاطلاع على المقابلات السابقة للأستاذ دكتور كامل على اليوتيوب، حيث توجد عدة مقابلات غطت العديد من التفاصيل. نشكرك دكتور تاني مرة على الفرصة اليوم، وحنبدأ مباشرة في مرحلة النشأة بالنسبة لك. خبرنا قليلا عن الخلفية الاجتماعية والعائلية والثقافية بشكل عام. أولا أنا مواليد الكرك 1954 كما ذكرت، ووالدي من قرية اسمها سمرة في وادي الكرك، وعائلتي هناك، ووالدتي من أصول شركسية من شركس مدينة الكرك، تزوجها 1952 1954 بعدين انتقلت مباشرة بعد أسبوع من ولادتي إلى الزرقاء. والدي كان مأمور جوازات في الزرقاء في وزارة الداخلية، وكان هذا مأمور جوازات لازم ينتقل بحكم عمله ما بين المفرق ودرعا والرمثة، وكان دائما قضى حوالي 6 سنوات أو 5 سنوات هناك، ثم انتقل أو إلى أن يكون حاكما إداريا وذهب إلى الضفة الغربية آنذاك إلى قرية اسمها سلفيد كحاكم. هذه طفولتي، أنا نشأت في عائلة متواضعة، والدتي زي ما حكيت من أصول شركسية وترعرعت، وكانت هذه بداية النشأة. أول صف ابتدائي أو أول ابتدائي كان لي في قرية، لأن والدي بعد سنتين في سلفيد، أنا ما درست في سلفيد، قعدت سنتين، لكن انتقل بعد سلفيد إلى الضفة الشرقية المملكة الأردنية الهاشمية إلى قرية اسمها كفر سوم سحم الكبارات، وهناك كان الصف الأول الابتدائي. كل طفولتي ونشأتي كانت شوي متعبة بالتنقل مع والدي، لأنه أنا درست في 16 مركز إداري ما بين الضفة الشرقية والضفة الغربية آنذاك، عندما كانت الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية. في هذا الترحال ما بين أريحة وبيت لحم ورام الله وسلفيت وشمال الأردن ودير أبو سعيد وكفر سوم والمفرق والطفيلة والزرقة والسلط وعمان، تكون أنت تعرفت على مجموعة كبيرة من الزملاء، من الأساتذة، من العلاقات الاجتماعية، معرفة الأصول والوابت الأردنية، العشائر، العائلات، وتعرف أيضا أن هناك جزء كبير مهم ويمكن أن يكون الأهم وأهم من العاصمة عمان، لأن الحياة في هذه القرى وهذه المدن كانت بسيطة، كانت قرى ومدن صغيرة بسيطة، الحياة فيها ممتعة، ساعة 7 8 لازم تكون حطيت رأسك ونمت، لكن كانت الدراسة هي فحوى عملنا وانتباهنا الأكبر والأكثر. في طفولتي كنت في 4 5 سنوات في المرحلة الكشافة، وبتعرف كانت النشاطات المدرسية نشاطات كبيرة آنذاك، يعني بتروح ترحال، بتروح في الباصات وبتزور القرى وبتزور المناطق، فهذه كمان أثرت مسيرتنا، لكن أهم ما تميز بها معرفة الحارات والمدن القديمة والقرى القديمة ما شاء في الله المملكة الأردنية. ما شاء الله. طيب نعم. نعرف أن الترحال بين المدن والبلدات بسبب طبيعة عمل الوالد أثر عليك بشكل كبير، خصوصا التأمل في طبيعة الأرض والأشجار والطيور وغيرها. ما هي أكثر المدن التي تذكرها بشكل خاص، وأكثر شيء تذكره له علاقة بالفن والعمارة بشكل عام؟
سيدي أولا لأنه طفولتي نشأت ما بين بيت لحم وريحة ورمضان، اللي هي ما بين الأول الابتدائي للخامس الابتدائي، وبعدين المفرق الطفيلة. بيت لحم أزقتها وحاراتها، تلاصق المنازل، التكوين المعماري، التكعيبية في العمارة، القرى الأردنية وقرى فلسطين كلها عبارة، ومنطقتنا بالأغلب الجبلية هي عبارة تكعيبية، أي عبارة عن مربع 3x4 4x5، وبناء عليه بنيت كل التكوينات. أيضا هناك معرفة تامة بعيون المناطق اللي بتروح فيها، يعني الطفيلة مثلا فيها 360 عين، واحدة من العيون اللي في الطفيلة اسمها عين لحظة، عين الحرير. هذه المناطق كلها أنا شفتها، بس كمان والدي كان لديه شغف بالترحال والطبيعة والصيد، فكان كل أسبوع تقريبا أو كل شهر يأخذ 3 أيام أو يومين ويروح يخيم في المناطق، وكنت أروح معه أنا وعمامي. فلذلك معظم المناطق الجنوبية، يعني نسميها إحنا الحمرة أو المنطقة الجبلية المشرفة على الموجب، والمنطقة الحمرة الشمالية بنسميها حمرة الجنوبية، حمرة الطفايلة، حمرة التعامري في الضفة الغربية، كان يروح ويصيد وينام أسبوع في الأعياد. الأعياد كانت عندنا عبارة عن رحلات. لكن مثلا ويدع، أمرك، عسال، هذه الوديان التي تصب كلها في البحر الميت، أنا خيمت في معظم. وأهم ما كان فيها دائما فيها المية، صوتها، طيور، في راحة نفسية، بتتفرج على الغطاء الأخضر، ما كان غطاء كثير لكن غطاء بسيط من أشجار هالنخل اللي بتكون طالعة بينها الجبال أو بينها النيريوم أوليندر الدفلة. فأنا بلشت أوثق وأنا صغير بعض من هذه الملاحظات، بس ما كتبت مذكراتي، لكن هذا ما كان في بساطة في الترحال أو في التخييم تصيد. يعني الأرض بتكون هي فراشك، ما فيش لا قاعد عندك سليبينج باغ ولا عندك غطا بسيط، عبارة شغلات أنت كنت تعرف قيمة المية. المية عندنا كانت نادرة، فمشكلة لما مثلا تعبي قلل مية وتهدره أو تصرفه أو يقع منك، حتى لو كنت على مجرى سيل فعليك أن توفر. هذه سبغت ما بين الطبيعة وما بين القرى. مثلا المفرق أتذكر ترحال الوالد لما كان هناك، بتذكر المنطقة العسكرية اللي فيها، بتذكر سلاح الجو كان في مطار، بتذكر الترين الحسا. مثلا نمت مرتين وأنا عمري 12 سنة في مغفر الحسا في أثناء فيضان في 64 صاب المنطقة. فلذلك أنت قاعد تتطرح على التكوينات البسيطة، العمارة بسيطة، المواد بسيطة، ما كان في شو بيسموه إحنا الآن اللي بنشوفه عبارة عن تنميق أو عبارة عن كيش ستايل، اللي هو العمارة اللي من كل جزء من كل قطر أغرية بتلاقيها في كل عمارتنا، الشباك غير والتفصيل غير، ما كان هذا، كان هناك بساطة في كل شيء. دكتور، تذكر لنا كيف بدأت معك موهبة الرسم؟ الرسم أنا بدأته من الثالث إعدادي، في المرحلة من الأول إعدادي، الأول إعدادي ثاني إعدادي كان في عندنا مرحلتين بالإعدادية، مرحلة صناعي ومرحلة زراعي. إذا تتذكر أنا أخذت صناعي ودرست في المصنع في المدرسة الصناعية في الزرقاء الجديدة، أول طلعة الزرقاء الجديدة، وكان فيها إعدادية وأخذنا نجارة. فبداية العمل سنة في الإعدادي أخذت، أنا كنت بحب نجارة، فمن هناك بلشنا حتى نرسم الأشكال الهندسية والمكعبات ونسوي فريمات للصور ونعمل درج مبسط ونعمل فريمات. أكثر إشي بتذكره الفريمات، من هناك بدأت أنا أرسم. لكن والدتي كانت ترسم، وكانت ترسم تطريز ويطرزوا هذول بالألوان، وفي هناك بالعائلة، لأنه كمان أنا أخواني رسامين، يعني أختي ملك رسامة شاطرة جدا في البرينتينجز، فهذا كلها تلاقيه مخزونك. البيت كان يشجع على أي نشاط خارج، يعني لما تروح أنت على الصيد أو تروح شمت هواء أو تروح كيد، ما في فيها همالة، حتى لما بدك تطلع الحركة مسموح لك تطلع لك ساعتين زمان مع زملاء لك أو تشوفهم. لكن ما كان عندنا أي آلات موسيقية، كان كل إشي مرتبط في الفن محرومين منه،
أنا ما لقيته في بيتي، لكن توجهت للرسم، لكن وجدته في الجامعة الأمريكية في بيروت. هذا أول مشوار إلي هناك، بدأت أعرف ما هو الرسم، وكنت أحب أرسم الخرائط في الجغرافيا كثير وألونها كثير وبدقة متناهية. لحد الآن أستطيع أن أرسم خارطة العالم وخارطة معظم الدول عن غير أفريقيا القارات، وألونها وألون السواحل تبعها. كل هذا مخزون سيدي. وأيضا القراءة، كنت شوي نهم بالقراءة، لأنه أول ما كانت تطلع القصص كنا نروح على مكتبة الحجاوي في الزرقاء، أو مكتبة في الكرك، أو مكتبة في الطفيلة، اللي نتذكره من الداودية، مكتبة الداودية في الطفيلة. دائما نستنى هالمجلات، كان سميرة وسوبرمان، وكان دائما في أشياء من مجلدات قديمة نأخذها من 20 قرش 10 قروش ويلمنون إياهم لأنه ما حدا يقراهم. فأنت ومخزونك كيف يسمح لك بأن تفتح كتاب غير الكتاب المنهجي والدراسي؟ الكتب المدرسية لا تعلمك الكثير، تعلمك بعض العلم لكن لا تثري ثقافتك. والدي كان مشترك بالرسالة، كان قارئ نهم وكاتب ومتحدث جريء، شو بيسموه طلاقة لسان بالارتجال. فسألته أنا مرة بقول له منين هذا؟ قال كلياته من القراءة، كلياته من الارتجال. فسمع لحالك واقرأ لحالك، اقرأ القرآن الكريم، احفظ القرآن الكريم، اللغة العربية محور. وهون بذكرني مثال، 1972 لما دخلت الجامعة الأمريكية في بيروت درست سنة أولى لغة عربية، أعطاني إياها كرم كرم. كرم كرم أستاذ أصوله مسيحية، ديانته مسيحية، أصوله لبنانية طبعا. فدرسنا لغة عربية وكان ضليع بها. فسألته كرم كرم توفاه الله، بقول له بالمحاضرة الرابعة، بقول له هاللغة العربية تألق فيها تورمين؟ قال من يريد أن يتعلم اللغة العربية عليه بقراءة لغة القرآن. أنا حافظ القرآن وأجيد اللغة العربية من الأداب العربية والكتب والمثل العربية. هون بحضرني مثال بعد شوي بحكي عنه. أنا لما درست ماجستير فترت بالجامعة الأردنية، وجدت أن طلاب الماجستير لما تسألهم كنا بنعرف مين كيفن لينش، كنا بنعرف مين هذول كريستوفر ألكساندر، كلهم هذول العباقرة أو الفيلوسوفرز أو بعض من الكتاب المشهورين بالعمارة والمخططين الأجانب نعرف. ففي كل فصل في مادة الماجستير Introduction to Research كنت أعطيهم 15 من العلماء العرب المسلمين والمسيحيين، مثل ابن متى بالعراق أو مسيح، مثل ابن البيطار. ابن البيطار أبو النباتات، أبو علم النباتات والأدوية، وهلا بحكي كمان بعد شوي قصته لما رحت على الجامعة أدرس لاندسكيب أركيتكتشر. فأنت بدك تعرف مين ابن رشد ومين ابن سينا، ولما تقرأ عن هذول وتقرأ عن أرسطو تعرف شو قيمتك أنت كعربي كابن منطق. حتى في مجتمعاتنا الحالية لما بدك تسأل واحد عن إدوارد سعيد يقول مين إدوارد سعيد؟ تألق في السبعينات والثمانينات، حضرنا له محاضرات في أمريكا، تألق كعربي يتكلم ويقول. من أراد أن يعرف العرب مش لغة ولا بس عادات وتقاليد، لغتنا فن، أدب، قصة تروي حياة، قصة أخلاق، منظومة متكاملة. العالم العربي والمفهوم بالعمارة العربية والليرز، الطبقات اللي مرت علينا في منطقتنا 28 حضارة. أعطيني وين في حضارة مر عليها 28 حضارة غير المتوسط؟ فالمخزون اللي عندك أوردي موجود، بس بدك تطلب تظهره. هل هناك في موقف مهم تعتبره أثر عليك لاحقا في مسيرتك حصل معك في الطفولة؟ في الطفولة لا، كنت أتضايق أن أنتقل من مدرسة لمدرسة في نص الفصل. أنا في إحدى السنوات حصلت على 3 شهادات، 3 أشهر في رام الله، 6 أشهر في أريحة، وبعدين تقلنا اللي في أبو سعيد. أو كيف بدك تركز؟ هذه مواقف بتخليك دائما تكون أليرت، يقظ. أعتقد هذا الموقف المهم تبعي، إنه دائما كنت هذه إحدى المواقف اللي كانت. أما في الطفولة أكثر ما كان يعني بعد مرات يضايقني لما أرجع البيت وما أكون جايب علامة كاملة، وأكون قد أجحف في حقي أحد الأساسة
نظرا لانه بعض منهم كان يشعر انه ابوي حاكم اداري، فبعض الطلاب كانوا يحسوا انه انا المدلل لانه ابوي المتصرف او قائم المقام، وكان انا ذاك الحاكم الاداري له صلة. لازم اشد عليك. تبين للجميع انه لا، مو شرط تكون ابوك حاكم اداري او مدير شرطه او رئيس ديوان، الناس تبدع حسب الفرص التي تمنح لهم. لكن اهم ما في كل ترحالي وكل تعليمي وثقافتي انني تعرفت على مجموعه كبيره من الاساتذه، هم اللي أثروا فيني، كان في الطفيلة وبذكرها في كل مقابلاتي، وأعيد ذكر محمد الشبيلات في الطفيلة، وقاسم عبيدات مدير مدرسة هاني الملقي، اللي هو كان مدرسة الملقي، فوزي الملقي آسف، الله يرحمه، رئيس حكومة سميت المفرق، مدرسة المفرق باسم. قد تستغرب قاسم تليلان علامات بالمفرق، درسنا رياضيات، أمين في أخوه أمين محمود في بيت لحم بيت جالة، أساتذة فؤاد العوران عبد الحفيظ الخمايسي في الطفيلة، كل ما دخل ضافر شيوات بالاجتماعيات بالزرقاء، هدول أكثر ناس أثروا بعد والدي والدتي علي في مسيرتي. كان الأستاذ لما يشوف شاب شاطر أو تقدم الهومورك وتقدم الهومورك الوظيفة تكون مقدمها، وكاتب، تعرف زمان أول كنا نكتب كثير ونرسم كثير، لا في كمبيوترات ولا في كالكوليترز، والشباب في نصها مكسرة الله في الشتاء والبرد كان يقتلنا، لكن هذا عودك على الاحتمال. الأساتذة كانوا جيدين لأنه في منظومة أخرى عند الأساتذة، هي اللي علمتنا اللغة، هي علمتنا القوة والثقة. الأساتذة كانوا يفوتوا على المدارس مهيوبين مطقمين لابسين أخي الكريم. عدا عن ذلك لم أسمع في حياتي كلمة نابية من أستاذ في مدرسة. يمكن مرة واحدة مد إيده علينا محمد الشبيلات، مدنا فلكة زمان، كان الساعة علوة بس إلها نغمها، ودائما بذكرها لأنه لما تذكر أستاذ أثر فيك جميل جدا بكون موقفك أمام نفسك. وأنا مرتاح الضمير في كل من شفتهم هذول ودرسوني، بس كمان في شغلة تانية، كان أول 5 دقائق من معظم الحصص هناك قصة يروننا إياها عن الأجداد، عن الثورة العربية الكبرى، عن تاريخنا، عن أحمد شوقي، عن شعراء الأمة، عن خالد بن الوليد، القصص، التراث. فلذلك هناك مثل يقال: قم للمعلم يوفه التبجيل. كاد المعلم أن يكون رسوله، هو رسول علم. وهنا أكثر شيء تأثرت فيه أن أوثق ما لدي حتى أشارك غيري فيه. أنا فترة الكورونا سويت 70 فيديو محاضراتي، كثفتها إلى درجة شعرت هناك نهم كثير من طلابنا وزملائنا من الجزائر في تيبازا، من المغرب، من مصر العربية، من السعودية، طلاب إلي من اليمن، لما يبلش يشوفك ويعاود إليك بقصة أو يروي لك حادثة معه بتحس حالك قديش أنت تعبت على حالك. تفضل دكتور. بعد أنت حصلت على الثانوية عام 72 وحصلت على منحة الذهاب إلى دراسة الهندسة في الجامعة الأمريكية بيروت، طبعا كنت رايح تدرس هندسة مدني لكنك غيرت بسرعة العمارة، هل كنت تعرف ما هي العمارة وكيف حصل ذلك؟ لا، ما كنت أعرف شو العمارة، أنا رحت هندسة مدنية، أصلاً كانوا يدوني طب، فصح لي على الإزلاف وصح لي على باكستان أروح طيار، أمي قالت لا ما بروح طيار، طب شو أروح على يوغوسلافيا؟ رحت على الجامعة الأمريكية في بيروت، وكان معي زملاء طيبين، دخلت هندسة أول شهر، أخذت مادة اسمها ستاتيكس، وكان أعتقد الأستاذ اسمه مقدم، إشي مقدم للآن، فما نجحت في أول امتحان. جبت 20% ما بضل ولا يوم، ولا يمكن أضل في مادة ناشفة، مع العلم أنا كنت علمي وبالرياضيات تقريبا جبت 196 من 200، لكن ما بضل أبدا. فأنا ماشي بجنب العمارة، جنب الهندسة كليتها، في كلية قسم اسمه قسم العمارة، لأن كانت اسمه كلية الهندسة والعمارة بالجامعة الأمريكية في بيروت. ففت أنا لقيت مبنى حلو تاريخي قديم، يمكن مبني 1890 1910، فطلعت لقيت في ناس برسموا على المراسم، فسألتهم شو بتسووا؟ لبنانيين طبعا معظمهم، قالوا احنا بندرس عمارة.
قلت شو العمارة؟ قال العمارة انك تصمم بيوت وتشتغل وترسم. فذهبت للعميد رحمة الله عليه اسمه دين غصن، قتل في احداث لبنان، تم اطلاق النار عليه امامي، فلذلك كان عندي خصلة بيضة، واعتقد بعد ما توفى امامنا مسكت ايدي يمكن، وبعديها شعرت والدتي انه في صار خصلة بيضة. دين غصن كان يدرسنا سنة اولى عمارة، فسألته قلت له بدي اروح عمارة، وعميد الكلية الهندسي قال لي ما بتقدر تستولي it's impossible. قلت له فيش شيء مستحيل، جربوني. ذهبت إلى رئيس القسم قال روح شوف رئيس القسم اسمه فريدريك راجيت. شفت فريدريك راجيت ألماني تاف، والألمان معروفين ما يعني ما الواحد منهم ما بضحك لرغيف السخن. فقلت له قال لي مستحيل. قلت له جربني. في نظام بالجامعات الأمريكية، وهذا الفرق بين الجامعات العربية والجامعات الأمريكية والأوروبية، السيستم مريح، ما في يبيض يسود، ما بتسوي هيك لا يمكن تفوت، نعيد المادة أو تسقط، لأنه إحنا نتفنن بإسقاط الطلبة أو إتعاب مخهم بدون فائدة. أنا عندي هذه قناعة من التعليم في العالم العربي 35 سنة، نحن نتعب طلابنا بدون مبرر. قال لي إذا بتجيب بي نعطيك بروبيشن، يعني نخليك تجربة. بروبيشن يعني بتضلك on guard، إذا جبت فوق البي بتمشي بنحولك عم. جبت في كل المواد اللي أخذتهم الأربعة تنتين بي ويمكن تنتين A minus شيء زي هيك، ودخلت عمارة. وبدأت قصة فريدريك لقيت حتى أرجع من الجامعة بعد ما صار الحرب في لبنان 4 سنين، وانتقلت لأمريكا، نقلوا بعثتي، عدت إلى الأردنية لأجد فريدريك لقيت رئيسا لقسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأردنية. فأنت تحدث عن قصص، القصة في التعليم، التعليم ليس المدرسة ولا الجامعة. الفرق في التعليم الأمريكي والتعليم الجامعي أنه يفتح ذهنك، يخليك تقرأ. جامعات الأردنية بدأنا نقرأ لفترات والعربية، لكن آخر 10 سنوات 15 سنة نحن لا نجبر طلابنا على القراءة. حتى التكسبوك لما تقول لواحد يشتري تكسبوك بنذعر، بقول إيه شو تكسبوك، ليش أشتري أنا مصدر، ما بشتري مصدر. تخيل تروح على الطب وتروح على الهندسة وتروح على الصيدلة وكليات العلوم وتقول والله ما بقدر أجيب، أنا ما بقدر أشتري الكتاب. فلذلك بروحوا بيصوروه. ويا ريتنا بنقراه على فكرة. سيدي الكبير، نعتمد على النوتس. نحن نمنح شهادات مع الأسف في معظم الأحيان، لكن لا نمنح مهنة أو علم أو ثقافة. ما بنصدق الحصة تصير الساعة 8:30، 9:15 بنكون بدنا نروح، والطلاب يروحوا أو بسرعة تنتهي القصة. حصصنا زمان أول كانت كان في المدرسة أو في الجامعة كان لها رونق، كان في شدة، الشدة تمنحك القوة. الآن ما في شدة، بالعكس كلها واسطات في معظم الأحيان. روح حاول ترسب واحد أو ما يجي طالب 6-7 محاضرات بيقلبوا الدنيا عليك حتى يتوسط، وحتى مشان الله وظروفه. بس أنا لما كنت في أمريكا كنت في الأي بي، لا سمعت أبوي حكى تلفون ولا أمي توسطت ولا أبوي أجع الجامعة. والأدهى من ذا وذاك أننا في الجامعات أيضا بلشنا نعطي ماجستير ودكتوراه. طب انت كيف بدك تعطي ماجستير وتعطي دكتوراه ولا تملك لابس مختبرات تقوم بالمهمه؟ كيف بدها فونز، بدها ريسيرش، بدها دعم، بدها 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 بدها. الا في بعض العلوم الانسانيه ممكن، اما العلوم اللي فيها طب وهندسه ورياضيات وكيمياء ولابس ومختبرات وريسيرش فونز كيف، او طبيعه كيف ما. صحيح. أنا درست في جامعة لويزيانا ستيت يونيفرسيتي في اللاندسكيب كوليدج أوف لاندسكيب أركتكتشر، وهذه الكلية كان في عندنا لابس للطيور، ولابس للنباتات، ولابس للري، ولابس للكونستركشن، ولابس للموديلينج وثري موديلينج. يعني مش معقول اللي قاعدين احنا بنعمله في بعض. تفضل سيدي. دكتور، ايش كان أكثر تحدي بالنسبة لك خلال فترة البكالوريوس؟ كويس. شوف لما تكون مع مجموعة من كان في الصف يمكن 28-30 واحد لبناني، 2-3 أجانب، واحد من اليمن،
لما تكون جاي أو في حضارات تانية وأنت جاي من الأردن وجاي من مفرق وجاي من بيئة انتقلت أنت من، يعني تخيل حالك أنت في جامعة في المفرق وانتقلت إلى الجامعة الأمريكية اللي بجنبها شارع بلس وبعدين شارع الحمراء، كل الثقافة والتحدي. أولا المنظومة بالتعرف على الناس، يعني أنا بعرف واحد من زملائي أيضا أردني هو، لكن حلف الحط أبوه سفير كان وجده كان رئيس حكومة، وشاب من زملائي طيب يذكر بالخير وتأذكر اسمه محمد سراج. محمد كان يحكي 5 لغات لما راح الجامعة الأمريكية، إن شاء الله بيحكي إنجليزي وبيحكي إيطالي وبيحكي فرنسي وبيحكي عربي. طب وين جاء لحده؟ فبعد 6 أشهر رجعت لوالدي هون بقول له أبوي، قال لي شو؟ قلت له أنا معي زملاء من هالأردن وناس من لبنان كل واحد بيحكي 4-5 لغات واللي بيلعب جيتار واللي بيلعب فولي بول، واللي يا عمي في عندهم في فرق في الحضارة. قال صحيح، لكن هذا الفرق عندك شغلتين حتى تقدر بسرعة تتقرب له. قال ليش؟ في مثل بقول رافق المسعد بتسعد، رافق من هم مثقفين من زملائي خالد طوقع، مروان المعشر، ريما خلف، ساري زعيتر، نقول البلي، سامي النابلسي. الاختلاط بهذول الزملاء في الجامعات اللي برا، وهون بحضرني شغلي على الجامعات الأردنية، وأنا إلي رأي وبجوز بيخالفوني بعض الناس أو بزعل. كيف لك أن تخرج من قريتك وعلى بعد 10 كيلو تروح على جامعة في قريتك وتدرس تخلص الإعدادي والثانوي والبكالوريوس والماجستير وتأخذهم من محيط لا يتعدى 28 كيلو في محيطك؟ ما هو التعليم اللي حصلت عليه؟ ما هي الثقافات؟ ما هي الروح؟ لعام 1995 كانت الجامعات الأردنية بتجيب بالعمارة وبالطب إكسباتس، يعني أساتذة فول برايترز. يعني لما كنت أنا رئيس قسم عمارة بالأردنية كان عندي 5 ما بين فول برايترز ومن الأغا خان واثنين مصريين واثنين عراقيين و4-5 أردنيين وأركيتكس أردنيين لامعين، الله يرحم جعفر طوقان ويطول بعمر راسم بدران وبلال حماد انضم إنا وفاروق يغمور مجموعة. لكن العلم بالعمارة بالطب إذا ما جبت أساتذة وطعمت مجهود كليتك لا يمكن أن تصل إلى ما تريد، إلا يضل علمك منقوص وحركتك منقوصة. جاوبتك؟ أجاوبني. لا جاوبتك إنه كيف قصرتها؟ قال لي أبوي قصرها بالقراءة، ونهمك بالقراءة والتفوق، وانتبه لهذول الزملاء. تستطيع تتعلم رياضة، تتعلم رسم، وتتعلم جيتار، وتتعلم لغات تانية أو ثالثة. فلذلك بدأ اهتمامي بالكتابة 1974، بدأت أخط مذكراتي في الجامعة متناثرة. الجامعة ما كانت منتظمة، بس لما تخرجت 79 جيت على الأردن بدأت أكتب مذكرات يومي بشكل منتظم. نعم. انتقلت بعدين بسبب الحرب الأهلية لأمريكا وكملت هناك. حابين بس نعرف إذا في أي موقف مهم بالنسبة لك كان في أمريكا، ونتحدث قليلا عن مشروع التخرج. كان دكتور اسمه نبيل حمدي، هو عراقي إنجليزي، درسني سنة ثالثة، بس انتقلت لسنة ثالثة أو رابعة أو خامسة. في رابعة درسني بالصيف لأنه لحقت هناك الصيف، فأخذت معه سمر كورس. في نص السمر تغير الدكتور، فجاءتنا مدرسة اسمها جوانا مروس. في إحدى المراحل جوانا مروس وإحنا بنناقش المشروع عجبها مشروعنا، وأعتقد كان المشروع يا إما عن Indian Reservation أو شيء زي، لكن أنا ما كنت مقتنع في اللي عجبته لأنه غيرت كل شيء لي، فقالت لازم أسوي اللي بدها إياه. لما أجت الفاينل جوري أنا رسمت المشروعين، مشروعي ومشروع، فذهلت. كان في جوري، أجا نبيل حمدي حكمنا، وأجا جوانا مروس، واثنين ثلاثة أساسي لا أذكرهم، واحد ميلر إشي زيه، ما خلوني أقدم المشروع ولا خلوني أحكي. نبيل حمدي لما حكيت له قلت له يعني هذا هيك وهذا هيك، قالوا ما أعتقد هذا الشاب لازم يأخذ إيه وما لازم يقدم مشروع، لأنه مشروع لحاله سيلف إكسبلاناتوري. وهنا يحضرني شغلة بالجامعات، نخلي الجوري نخلي الطلاب يحكوا 15 سنة يحكوا،
15 دقيقة و20 دقيقة عن عمارة، لما تطلع على مخزونها ما له دخل اللي حاطه على اللوحات بما يتحدث فيه. فعندي منظومة أنا دائما طلابي لحد الآن 35 عام في أول فصل كل مادة بدرسها نص الفصل لازم يكون باي هاند، النص الثاني باي كمبيوتر، وبخليهم يحطوا شو اللي يسووه باي هاند وشو يسووه بالكمبيوتر. تجد أنه شغفهم وعبق شغلهم وإبداعهم يكون باللي رسموه باليد، الإخراج طبعا بالكمبيوتر ممتاز. فهذا موقف غيرني، فلما سويته قلت ما فيش إشي اسمه impossible. اللي عجبهم من المشروع اللي أنا سويته مش اللي سوته جوانا موس. فهذه واحدة من المواقف اللي أثرتني إنه I have to do، اللي في عقلي وقناعتي لازم أرسمه وأنا عنيد مع الزبائن الكلاينتس. لما أصمم كذا مرة تركت مشاريع وطلبت من بعض الزبائن أن يغادروا مكتبي في حال تعديل جوهري يؤثر على الفكر المعماري، كان حديقة أو منزل أو بارك أو منتجع، لا أستطيع أن أتحمل. أنا بحكي لمعماريين وزملائي We are not draftsmen، نحن لسنا رسامين ولسنا construction contractors نبني على كيف الزبون اللي بده إياه. يعني مستشفى، وعبده مستشفى بصير أصمم المستشفى زي ما أنت بدك. This is a scientific fact. بيتك بجوز أسمح لك في بعض الأشياء، لكن واحد يجي يقول لك والله مثلا بدي حديقة يابانية، بقول له طيب روح جيب النباتات تعيش من اليابان هون، كيف ده تصير؟ أو بدي بيت والله كيت، أو بدي بيت هيك. تخرجت سنة 79 من كنساس ورجعت للأردن للتعليم، وكان الخيار للمدارس لكنك رفضت وحاولت أنك تحصل على فرصة عمل في الجامعة الأردنية. هل فكرت أنك تمارس بدل من التعليم؟ طبعا. شوف أنا خلصت لأنه كنت مبتعث لازم أرجع أشتغل في الدولة، صح؟ فما في عندك خيار، يا بدك تدفع ما صرف عليك في الخمس سنوات هذا الشرط. فوجهوني إلى وزارة التربية والتعليم، كان عندهم مديرية الصناعة وكان مستلمها الله يرحمه عبد اللطيف عربيات، أصبح رئيس مجلس نواب وسياسي أردني فذ من أقطاب الإخوان المسلمين، كان مدير دائم. فرحت أنا والدي بقول له هيك أنا ما بدي أروح على المدينة الصناعية، الجامعة الأردنية رحت زرتها. في زميلي كانت سابقتني تذكر بالخير اسمها سعاد العامل، من المعماريات المشهورات في المنطقة وخاصة في فلسطين. فأجت سعاد قالت كامل شو بتسوي هون؟ قلت لها والله هيك، قالت فوت معي يانشيكا ألماني تاني كان رئيس قسم بعد فريدريك راجي، قابلته قال ورجيته السي في، ورجيته البورتفوليو. أول كان بورتفوليو دائما نحمله وين ما نروح معنا طبعا حكاية. فقال لي بدني إياك، ولا رحت على عبد اللطيف عربيات الله يرحمه أنا والدي، وبعدين قلت له قال لا يمكن بدك تروح تداوم. كان في مدير لهذه المدرسة اسمه فايز سحيمات كمان الله يرحمه، قال لا أنا ما بدي إياك، أنت يمكن تروح على الأردنية تستفيدوا منك. ذهبت إلى الأردنية، مين كان في الأردنية رئيس جامعة؟ جميل لوالدي في رحلة واحدة أو صف واحد، المرحوم عبد السلام المجاني، دولة عبد السلام المجاني كان رئيس جامعة. رحت أقابله تعنت الله يرحمه، قال ما بنقلك إلا تنقل التزام. ودخلنا في دوامة مع شوية تعب، هنا الواسطة على الحق تذكر، يذكر سعيد التل وعلي السحيمة كانوا وزراء آنذاك. دخلنا على رئاسة الحكومة قلنا لهم هيك 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 بدنا، قال والله مع حق، كي شدة تفرق هون ولا هون، الخدمة مدامها في الدولة هي واحدة. لما رحت على الأردنية اشتغلت في الأردنية وصرت معين، داومت 6 أشهر معين. بعد 6 أشهر ذهبت إلى سعاد العامل قلت له والله أنا هاي العمارة هاي بدها براكتس، وأنا ما بقدر بدون مزاولة مهنة أكون معماري بفهم. قال أحسن معماري في الأردن اسمه جعفر قوقان الله، صح؟ أنا بخليك تأخذ موعد معه وتروح. ذهبت إلى جعفر قوقان رحمة الله عليه، أنا أعتقد أنه he's the godfather لمهنة العمارة بالأردن، هذا برأيي المتواضع. وبعدين راسب يتحاوروا أو يتناوبوا عليها. أخذت موعد، فت على مكتبه طاولة بيضة لابس قبة خنك سودة لأنه بمذكراتي تذكر ذلك،
وحيط وطاولته متجهه للحائط، مش يعني انا لما اقعد بشوف بس ظهره. فتت وقعد، قال تفضل اقعد، ما دار. قعدت 7 دقائق ما حكي، التفت علي بلهجته النابلسيه الجميله، قال لي بهذا العام، قال لي شو جاي تسوي؟ غريب 7 دقائق وما تأفأف، شو بدك؟ اسمك كامل محادين، شو بدك تسوي؟ والله بيقولوا انك معماري، فانا اريد ان اصبح معماري زيك، اذا مو زيك قريب منك. قال لي عندك جلد؟ قلت ما هو الجلد؟ قال امسك القلم شيف، انا برسم، شايف بعدني برسم على درافتنج تيبل، كان اول رابيدو جرافس وتي سكويرز، صح. قلت نعم عندي جلد. قعدت 3 سنوات من جعفر طوقان بشتغل من 4 المساء لل 11 12 في الليل، كان زخم مسابقات، اتقاضى 150 دينار كل شهر بعد ما يخصموا كل شيء بما في الجمعة. كانت احسن وافضل خبرة، وكان عنده مجموعة من المعماريين، لكن كان عنده واحد اسمه عمر الزين وهو لبناني، جابوا جعفر واشتغل واخذ جنسية أردنية. عمر الزين كان الفورمان تبعنا المعماريين، هي معماري بس انا بقول فورمان للعمارة، كل المخططات اللي بنرسمها بتروح عليه بالاحمر وبنرجع لنا اياها. كان شرسا بالحق، يملي اللوحة كلها بالاحمر كونستراكشن، كنا نعمل كونستراكشن باكج. هذه المدرسة، من هناك اصبحت مزاول وقررت ان امارس العمارة اكاديميا نص وقتي نص مزاولة، حتى في الماجستير في أمريكا أو الدكتوراه كان نصه تدريس ونصه شغل، نصه أدرس ونصه أدرس أو أمارس المهنة. حتى في الماجستير لما ذهبت حصلت بعد فصل واحد على منحة في الكامبس بلانينج ديفيجن، وبعد فصل ثاني صرت كامبس بلانر، كنت أول مهندس تخطيط لجامعة لويزيانا، وسويت كذا بناية صغيرة هيك أو شو أوفيس بيلدينجز صغار، وكنت عملت أول مخطط سكيماتيك للجامعة، وبعدين طرحناه لشركات استشارية كبيرة. لا تستطيع أن تكون معماري أكاديمي أو أكاديمي في العمارة إذا لم تمارس تداول المهنة. لا تستطيع. You cannot teach something and preach something and teach something and preach about it إذا أنت you don't practice it. كيف؟ طب دكتور قلب راح بده يدرس طلاب القلب، حدا بيثق انه يدرسه في القلب كيف بيفتح القلب اذا ما سوى له 30 400 عمليه جراحيه؟ انا هذه قناعتي في علوم، منها القانون، منها الطب، منها الهندسه، بكل مكنوناتها لا تستطيع ان تدرسها اذا لم تمارس تلك المهنه، لانه الممارسه هذه سيفتي. في بعض الكورسات History of Architecture صوتيات، في بعض الكورسات ممكن، لكن تدخل على الطلاب as a designer وما بتعرف شو معنى design أو شو معنى الكونسبت، كريمة كريمة. فلذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مش شرط تكون دكتور تصير بروفيسور، ممكن بكالوريوس معك ماجستير 30 سنة خبرة تعمل publish research، بدي يكون عندك. درسني واحد اسمه دون أوستن. أوستن كان بالخمسينات مع شريك لجاريت إكبو من أهم المكاتب المعمارية في كاليفورنيا، ولما رحت أكمل دكتوراه بتكساس A&M رجل وقور كان وكيت وعنده خبرة كبيرة، فكان يدرسنا المواد اللي هي المواد الدكتوراه. مواد الدكتوراه ما فيها صم ولا فيها حفظ ولا فيها كوزات ولا فيها تبعد، كان يعطينا كل أسبوع كتاب نقرأ، ولما نيجي ويكون كاتب قاريهم الكتب، ما علينا إلا أن نرتجل ما قرأنا في هذا الكتاب، ويجب أن ترتجل في 10 دقائق بموست أهم 3 أو 4 بنود في الكتب اللي بتقرأها، فلسفة، عمارة، تعرف مين هو باولو روسي، تعرف مين هو إيرو سترنين، تعرف مين باك مينستر فيلر، تعرف مين فريدريك لو أومستيد، فرانك أول رايت اللي كلهم بيعرفوا فيه ما بيعرفوا، معظمنا ما بنعرف إنه مكنونات فرانك أول رايت من الكتابة للشعر لتصميم الأشتريز لتصميم الأرض. الأركيتكت رينيسانس ما يجمع العلوم والثقافات والأديان بمخه والأخلاق، كل هذه منظومة
تكون أمامك، أنت كتاب مفتوح. ولذلك أجمل ما في نهاية البراكتس تبعي إني استلمت مناصب بالدولة الأردنية. حالفني الحظ في المي، لكن حالفني الحظ في البترة وفي العقبة. فبتقدر جزئيا مما تعلم أو عرفت أن تزاول. بدنا نرجع على المرحوم جعفر طقان، تحدثنا عنه قليلا وخصوصا أهم ما يتميز به في العمل في المكتب. طب أولا جعفر طقان كل المعماريين المعروفين بالعالم ولليوم وحتى الصغار وحتى الشباب يملك القلم، لديه ملكة بالقلم. أولا أنت عارف تاريخه، عارف مين عمته فدوة طقان وأبو إبراهيم، فجامع المجد من أطرافه، لكن ما كان شخص عرفته بحياتي بتواضع جعفر. جعفر كل شهر لازم المهندسين اللي عنده في المكتب يعمل لهم لقاء في منزل، بيلعب الجيتار والعود، بغني، بنثر، بكتب. متواضع إلى درجة إنه إذا مسك القلم أمامك ما هالخطوط هاي كويسة، بس والله يعني أنا مش مقتنع فيها كثير، لو تأخذها وتعدل عليها، تأخذ هالخطوط منه بدك تعدل إيش هتعرف. لأنه معروف إنه أبو الحجر بالأردن، فنون الحجر والتعامل مع الحجر. بعدين جعفر ليس تقليدي، وما بأخذ النمطية بالعمارة التقليدية، جعفر مودرن أركيتكت. فلما سوى كينزو تانجي جامعة العلوم والتكنولوجيا، جعفر كان اللوكال أركيتكت. في كتير معماريين اشتغلوا مع جعفر وأيضا أبدعوا وهم على طريق، هذه مدارس. لكن الحلو إنه إنك تشوف المدرسة الثانية تاع راسم. ترى أنا كتبت مقالة عندهم قبل 20 سنة، واحد إيموشنال واحد راشنال. جعفر بتغلب عليه الراشناليتي أكثر من الإيموشنال. راسم 70-60% ايموشنال 40% راشنال، هذاك العكس. وهذه مدارس. يعني راسم لما بدك تقعد مع راسم بوخذك بالحكي وبوخذك بالرسم وبوخذك بالابداع، ومثقف واصلا هو فنان من صغر، لكن ايضا هذا فنان بطريقه ثانيه. بعدين عبق جعفر في محبته لوطن، وراسم يماثل بذلك. فهذه مدارس. فلذلك في العالم العربي والأغا خان والعالم الإسلامي والعالم العربي، ولا بدي أحكي لك قصة عن جعفر. أنا لي زميل معجب فيه، لأنه أنا من المعماريين اللي بيحبوا يتعاملوا بالألوان بالعمارة مباني أو باللاندسكيب. يعني ما عندي أنا جدار يكون لونه بن، في ألوان لا أتعامل معها، أزرق وأحمر وأصفر وفريشنس، بحب الفريشنس اللي كانت ربيع القرى، يعني زي الثوب اللي في سلفيت، مش ثوب أبيض عليه نمنمات أثوابنا لبسنا. فريتشارد إنجلاند تبع مالطا، وهو كان في السبعينات من أحسن 20 معماري بالعالم، ألف عنه 18 كتاب، وهو ألف 16 كتاب، وهو painter وartist وarchitect وصمم أشياء. فقدم لكتابي اللي اسمه Architects Landscape Architects Visual Thinkers، طلع قبل 10 سنوات، يمكن 2007-2008 من روما، وقدموا هو وفرانكو جاغري لانشكيب أركيتكت وماريو بيسان. وزارني هون كذا مرة وزرته أنا، فطلبت يلقي محاضرة بالجامعة الأردنية. جاء ريتشارد إنجلاند، انتلى المدرج كلية الهندسة 400-500 شخص في طالب معماري. تأخر جعفر عن الظهور. بعد ما بلش ريتشارد إنجلاند ب10 دقائق دخل جعفر، رفع إيده ريتشارد إنجلاند، قال please all، كلكم لو سمحتم أسد. دخل أحد جهابدة العمارة في العالم والأفضل أو من الأفضل في المتوسط، أفضل 2-3 في المتوسط، فأرجوكم سقفوا له تنهضوا. هذا جابر طقان. عندما تكون سيرتك خارج نطاق دولتك، هون بيجيب أحضرني الأمر بالنسبة لبعض الدول العربية، شو سمعة الأردن ومنظومتها أخي الكريم مع فلسطين في منطقتنا وفي العالم؟ ترى إحنا مقرقعين العالم بحال، ونحن الأصغر يمكن مساحة ومن الأصغر سكانا، لكن نحن نأتي من بلاد الشام. فدخل جعفر، فصفنت أنا في ريتشارد وصفنت في جعفر، بكفي جعفر يقوموا إلى الطلاب. هناك مقولة ثانية كمان تأثرت فيها لما جعفر كرموه بالتكنولوجيا، اسمع القصة يمكن أول مرة برويها
ذهبت للتكريم، أعتقد كنت وزير، أعتقد كان جعفر صحته كان على الكرسي تعبان. عندما كرم جعفر قام راسي مسلم، شوف لوين الكبار بيقدروا الكبار. قمت أنا سلمت على جعفر وقبلت يد جعفر. انتقدني أحد الزملاء بس رجعت قال لي شو هو أبوك بتبوس إيده؟ ما بدي أحكي شغلة تاني بعدين مش كويسة أو يعني بتأذي. قلت لما واحد يعلمك زي جعفر وتكون في مدرسته، لأنه له قصة تانية معي في نيويورك. جعفر أول من تبنى كتاب ترافل سكيتشز لما كنت راسمه ورجعت في 79 شافه، أو 82 كنت في الماجستير ورجعت فترة، قال لي اكتبه، لازم تكتب، لازم تسوي، لازم تعمل، لازم لازم. جعفر يده من ذهب، قلبه طيب، لكن احنا نحن في وطن، في وطنها ينز ويزهو في أبنائه من كتاب شعراء ضباط شهداء كتب معماريين عاملين أمهات ولود أمهات حنانات. يعني شو بدنا نقول لك؟ لا نقول لك، لكن نحن الحمد لله لا نذكر الناس إلا بعدما يتوفاهم الله. فضل بدنا نقفز إلى الماجستير، حصلت عليها أنت سنة 84، بس إيش كان رسالة الماجستير وقتها، ولا كانت نظام دراسة؟ لا أنا أولا بقول لك ليش رحت ماجستير. لما أنا جيت معيد، جيت على الأردنية كان في 7 أجانب، منهم واحد اسمه جيمس تيرنر في البرايتر لاندسكيب آرت، ومارك فريدريكسون، واللي من دفعاتهم صخر دودين ومجموعة من الشباب وسام طوال هدول الشباب أو هدول الأساسي كان عمره 38 سنة. فقرر عبد السلام المجالي الله يرحمه دولة أبو عبد السلام يعمل ماستر بلان للجامعة الأردنية، فنادى مجدي توفيق ونادى جيمس تيرنر وناداني. كانت علاقتي طيبة بدأت مع الدكتور عبد السلام، وقال لي بدي ماستر بلان. فقاد الماستر بلان اللاندسكيب أركيتكت جيمس تيرنر. هاي أول مرة بيجينا على الأردن بروفيشنال لاندسكيب أركيتكت، ما كنا نعرفه. معظمهم هذول مشاتل، كلهم بيزرعوا زريعة، معظمنا بيزرع زريعة، ما وي دونت ديزاين سبيسز. فأجد جيمس تيرنر وي شير ذا سيم أبارتمنت حتى نخفف هو مصروف وأنا بروح وبجي على الزريعة. والجامعة عطتنا أبارتمنت كمان تصير زي مرسم إلنا، ورسمنا الماستر بلان كله. لما شافني برسم وبدقتي برصاص بقول له كيف أنت بترسم وحامل دفتر سكتشات ومؤلف كتب ولاندسكيب أركيتكت وأبو النبات وبتفهم في النباتات، ليش كي شو السر؟ قال لي يا كامل أنت فكرت حالك خلصت بكالوريوس صرت عبطري زمانك، تيجي على الجامعة 3 ساعات بعدين تروح شوية عند جعفر طوفان وبعدين في الليل بصر وين بتروح، ومفكر حالك معماري يعني تزهو بحالك؟ ارسمه. قمت في احد الايام الصبح لقيت دفتر سكيتشز وبجنبه كتاب اسمه ذا عرب مايند، اللغه ذا عرب مايند كبير، قال اقرا هذا الكتاب شوف قديش بتضيع من وقتك وبلش ارسم. بعد 10 سنوات ستجد ناس يحترموا ما ترسم. هذيك القصه وهي القصه. رحت على لويزيانا، كان هو استاذ بلويزيانا فجاب القبول من هناك، رحت أكمل الماجستير هناك. الماجستير كورس وورك، أخذت بلانتينج 3 كورسات، بلانتينج 3 كورسات، ري سيفل انجينيرينج، جريدينج تهذيب الأرض والطبوغرافي، ديزاين أربن ديزاين، كل هذا تكثيف 24 ساعة وفي 6 ساعات أعتقد أو 9 ساعات ريسيرش اللي هم الماسترز. بس مش شيء مهم، كانت المهم البلق في القراءة اللي درسناه باللاندسكيب، ولا هو علم اللاندسكيب سوتني أبتر أركيتكت. اللاندسكيب مخزونها زي اللي بدرس ماسترز بالإنتيري بتسويك بيتر أركيتكت، مش بتسويك جهبد اللاندسكيب، لأنه اللاندسكيب بدك تتعب حالك، بدك تدرس أكثر من الماجستير. فأنا سويت الأطروحة، الماجستير تبعي كانت عن preservation historic preservation لللاندسكيب تاع قلعة الكرك، أخذتها لوكل، لأنه كمان أنت لما تأخذ إشي لوكل وتملو لهناك في إثراء بكون للجامعة. بس ما كانت الثيسيس أهم شيء ولا حتى في الدكتور. الكورس وورك والتدريس اللي أخذته، على فكرة أنا خلصت البكالوريوس تستغرب 234 ساعة معتمدة بكالوريوس ما بين الجامعة الأمريكية في بيروت
لأنه في لما انتقلت في كورسات ما قبلوا لي إياه، فأخذت كورسات كثيرة. وفي الماجستير تستغرب أخذت 56 مادة ساعة معتمدة في الماجستير، يعني المطلوب مني كنت مخلصه كنت أخذ زيادة. أنا شو دخلي في الريموت سينسينج؟ شو دخلي في الجي آي إس إنفورميشن سيستم؟ هذولا مش إلكتيف كورسز. المعلومة ليست تأخذها وتخلص تأخذها شهادة وتروح. أيضا وأنا كامبس بلانر أجاني 2-3 من اللي بيشتغلوا معي بالكامبس بلانينج ديفيجن أو البلانينج ديفيجن اسمه بجت أند بلانينج، قالوا لي أنت بتعمل لاندسكيب وشاطر بسكتشات صمم بيتي. فصممت 4-5 بيوت وأنا بشتغل كامبس بلانر لا برايفت بزنس يعني. بس الأهم إنه بعد فصل من الماجستير تقدمت لامتحان المزاولة المهنية اسمه American Society of Landscape Architecture. في أمريكا ما بتقدر تزاول تسمي حالك Landscape Architect إذا ما عندك الـ ASLA title. في title law و practice law. الـ practice law والـ title law لازم يكون معك امتحان، فخط الامتحان اللي هو 4 أيام. ولذلك في أمريكا بتلاقي فيه عندك 200-300 ألف landscape architect، منهم بس 150-180 ألف registered landscape architect. بعدين إذا ما نجحت أول مرة بتعيده ثاني مرة في مواد، في history وفي grading وديزاين. ثاني ثالث رابع مرة خامس مرة تقدرش تكون غير مهنتك أو اشتغل بيع مواد وصير بالirrigation أو شغل. فكان التشالنج مدامني في أمريكا قال لي جيمس تيرنر لازم تحصل على قد ما بتقدر علم وشو بيسموه شهادات أو awards. لما جيت بدي أكمل الدكتوراه بعد لويزيانا ستيت يونيفرسيتي أكمل ولا بدك تسأل؟ تفضل. لا بدنا نسأل على كنت أسألك عن الدكتوراه فعليا. تفضل. الدكتوراه بعد ما انتقلت فكرت طب ما أنا ممنوع من الجامعة الأردنية وكل هاللي سويته وصرت ASLA وعندي تايتل بقدر أشتغل بأمريكا وأزاول المهنة ومهنة وفيها مصاري يعني تقدر تشتغل كويس. فشو سويت أخي الكريم؟ راسلت 6 جامعات: برينستون، بول ستيت يونيفرسيتي، رايس يونيفرسيتي، تكساس أيام يونيفرسيتي، وقلت لهم أنا بدي قبول للدكتوراه لكن شرطي أن يكون لدي منحة وأدرس. ليش؟ لأنه without teaching and without practicing أو without ما يكون معك تدريس بدك تصير أكاديمي، بدك تعرف كل إشي تقدر تسويه بالتدريس. يعني بتروح طالب دكتوراه بتأخذ المواد وريسيرش وخلص. كان في واحد اسمه لين مارشال وأصبح في وقت من الأوقات كان بريزيدنت للي اس ال اي، بس هو كان هو الدين أو تشيرمان تاع الكوليج شو بيسموه كوليج ديبارتمنت سكول اوف لاندسكيب اركيتكتشر بالكوليج اوف ديزاين تكساس ايند يونيفرسيتي. فقبلوني برساله بس قالوا لي تعال بدنا نشوفك. فاخذت البورتفوليو، البورتفوليو صار مع اللاندسكيب ومع الشهاده صار كويس. فرح قابلته قال لي والله احنا بدنا نشغلك وبدنا نعطيك منحه، بس في كمان مع المنحه بدنا ندرس. شو ادرس؟ قال درس ثيرد يير لاندسكيب ديزاين اندر جراديويت مع جون ماتلك وهارلو لاندفير درس كونستراكشن كورسين، نعطيك راتب سالري كويس ونعفيك من التويشن فيز. فكانت الخبره الطيبه. درست ثيرد يير. الجميل فيما درسته في ثيرد يير وفورث يير وعملت البي اتش دي الدكتوراه الريسيرش تبعي ديزرتيشن عن المحافظه على الهيستوريك بريزرفيشن تاع الكامبس تاع لويزيانا ستيت يونيفرسيتي. وعدت الى لويزيانا ستيت يونيفرسيتي اوفيشال كامبس بلانر لسنه ثانيه. ما شاء الله. فانت لما بدك المشكله بتواجهنا دائما حتى واحنا يعني عايشين، وكان كنت متزوج ومعي يعني تزوجت جديد ام طارق سيدي خالد المعيطه بنت خالتي، وكنا من جايب وكان مولود جديد طارق اللي هو الان ليدنج لاندسكيب اركيتكت في كيمبرلي هون في دالاس. فانت مخزونك لا البيت فاضي لك ولا انت كله بتصير to compete with yourself. هنا الخطورة لما انت تصير to compete with yourself not with others. وهذه ما نصحني يا جيمس تيرنر قال اضرب بريك. صار صاحبي بعدين نلتقي دائما قال لي slow down انه مش قادر انت بتقدر توقف الرسم. فلذلك رحت ودرست
قبل 4 سنوات لما رحت شفت ابني طارق بأمريكا قال لي في شغلة، أنا فت على المرسم ولا بقوله في عندي واحد يحاضر اسمه إيريك مونتي ولا إيريك نيلسون، وفت على المرسم مشان أحضر، لقيت بده حدا يساعده بالكمبيوتر قبل ما يجوا المهندسين، ساعدته فعرفته على حالي، فبقول أنا إيريك نيلسون، شو اسم أنا لانسكيب أرك بدي حاضر جاي من برا حاضر على شركتكم، شو اسمك أنت؟ قال له أنا اسمي طارق محادين. طارق محادين صفن هذا، قال له إز باي أني تشانس هل في طريقة أنه واحد اسمه كامل محادين بيقرب لك؟ قال له هيز ماي داد. الزلمة شوكت ما حكى له، قال له قال عمل علينا انفلونس كتير هذيك الدفعة. المهم بس بلشت المحاضرة حكى لهم القصة تبعتي، لأنه أنا كنت معيد يعني محاضر آسف متفرغ مع جون مطلق، كنت أنتبه كتير للطلاب. بعد سنة طلاب رحت عليهم خوزي جرمالدو، كاثرين ستيبك، وكيفين كونر. كيفين كونر أعتقد ليدينج سي او الآن بإحدى الشركات المهمة بأمريكا بالكونستركشن. فلذلك هذا الفيلينج اللي بعطيك إياه، التدريس والممارسة. والإشي الثاني، كنت كل شهر أخذ هذول الطلاب بالفترة يا لدلس يا لأوستن، أورجيهم الأعمال تاعت فيليب جونسون أو الباركس اللي موجودة في فورت وورث أو في هيوستن أو سان أنتونيو، بوتانيكال جاردن اللي صممها مش لانسكيب أركيتكت، صممها إميليو أمباز، هيز أن أركيتكت. فلذلك أنت مخزونك يثرى، فكان لازم أدرس. بعديها خلصت الدكتوراه، كنت ما بدي أجي على الأردن. كنت أسألك عن هاي النقطة. تفضل. ما بدي أجترين، نصحوني بالعودة والدي طبعا، لأنه أكن له ولوالدتي احترام كبير جدا، وجيمس تينر قال لي إحنا عندنا 300,000 لانسكيب أركيتكت، كم لانسكيب أركيتكت عندكم بالأردن؟ أنت أخذت الكرة وهربت فيها، take the ball, you took the ball and you ran with it، وديها على الأردن، الأردن تستفيد منك أكثر منك. وبتشوف and you will see. بعدين زارني جيمس تينر كذا مرة هون، ورحنا وشفنا وبترة ورسمنا ومحض. فأسست مهنة اللانسكيب بكل تواضع، ودرست 3,000 طالب تخرج من الجامعات على الأقل أخذوا مادة اللانسكيب غير مواد الديزاين اللي بدرسها. لكن أنا فخور غير كذلك باللي مروا في شركتي ومكتبي زملاء ممتازين أحسن مني، وفي ناس تمكنوا أصبح قلمهم سيال بالكتابة والرسم والإبداع. وهذا الجميل، هذه مدرسة معمارية إذا استمرت وشفت أثرها بعض الناس. أخي الكريم ترى لا يمكن، لا يمكن تقول لي 2 بالأردن كتب عنهم كتبين، جيمس ستيل كتب عن راسم بدران، كتب عن جعفر فوقان، فإرثهم ما زال متوارث. أنا أعتقد إذا أنت مارست مهنتك ورسمت كل يوم وكتبت 9 كتب، أنت معناته بتخلي للناس إشي يتذكروا مهنتك مش يتذكروك أنت. وفي مقولة ثانية، if you design زي فرانكو زجري، اشتغلنا معه، واشتغل يزن، ابني يزن اشتغل عنده، وطارق عتن اشتغل عند فرانكو زجري بروما، كل مشروع بيصممه فرانكو زجري is a leading landscape architect، بيعمل له كتيب صغير كتاب وبنشره وبكتب مين اشتغل معه على هذا المشروع، أي مشروع. واو. حديقة كونتانزارو، حديقة كيت، وبكتب مين اللي اشتغلوا معاه حتى لو متدربين، وبقول لهم وبحط رسمتهم وبقول هذا اشتغل هيك وهذا. فلذلك أنت تتعامل مع سيستم تيم وورك. نورمان فوستر ما بيشتغل لحال، 300 واحد عنده مكتب، 400 واحد زي عديد ما بيشتغل لحال. باك مينستر فولر، فراي أوتو اللي سوى الأولمبيك تاع 72 اللي صارت فيها حتى الفدائيين إذا تتذكروها، فراي أوتو، هدولا أبو الفري فورم، وهدولا أبو الجيسيديك دومز، وإيرو سارنين قبل زها وقبل الله يرحمها طبعاً ليدينغ طماعاً، ونورمان فوستر واوا إلى آخره، فرانكو غيري. أنت بتشوف فرانكو غيري هلا عمره ماسك القلم برسم لك الشخطين، وفكر الناس هدول الشخطين أجوا من اللابر. معظم هذول المعماريين من خبرة المتواضعة مع ريتشارد إنجلاند ما ببلش مشروع قبل ما يكون هضمه وقرأ تاريخ المنطقة
وطلع الكتب، طلع مين صمم إشي مشابه لذلك بالتيم تبعه، وبرسم بعض الأفكار، وبعدين ببلش يحط down his notes. تفضل. انت رجعت للاردن سنه 87 وانضمت للجامعه الاردنيه لتعليم الاندسكيب، كنت اول واحد فعليا في المنطقه وفي الاردن بدرس هذا التخصص. المنطقه كلها، بالمنطقه كلها. ما هو اهم تحدي كان على مستوى الجامعه او الممارسين عندك؟ هات يقبلوا انه انا بس بفهم في النباتات او انا مش مزارع. ما حتستوعبوا حتى بعض من زملائي مع احترامي لهم. قالوا لاندسكيب، بدرس ماده اللاندسكيب، وبجوز يدخل بسنه رابعه معك. فمسكت الدفتر وصرت أرسم، فصار البعض مع محبتي لهم يستهزئ بأنه في كل محاضرة كل جوري، عندي عادة أنا في بعض الجوريز برسم كل إشي الطلاب بالجوري بيسووه، ما برسمه completely بس I sketch his notes scenes هيك scenes وبخليها، وفي كتابي أيضا كتابي travel sketches نشرت في 3 صفحات، حتى في الكويست فور كواليتي شغل لسليمان الحديدي وللمصري سيف اي ثينك المصري وسليمان الحديدي، نشرت لهم من شغلهم بسنه ثالثه. اي ببلش سم اوف ذير ورك. يور انفلوينس دائما، قلت لهم فكروني لاندسكيب. قلت كويس، بلشت ادرس ماده اللاندسكيب، بلشت اعطي كورسات في المركز دراسات الاستشارات للقطاع العام والخاص، فزملاء من خريجينا وزملاء معماريين وزملاء كمان كبير اللي هم أفضل مني، ماهر النمري أخذ كورس لاندسكيب، أخي بلال حماد أخذ مادة لاندسكيب مع مركز الاستشارة، لأنه مثلا بلال حماد بعرف النباتات يتفوق في بعض المواد، فلذلك هذه كوميونال، ففي ناس بيجي علم معهم بتحاول تشارك. فقلت خليني أشتغل على مسار التدريس، وفورا بعد 3 أشهر فتحت، قبل ما ينضم أجيب أخي حسن معي، فتحت لمدة سنة MK Associates لأنه بدي قطاع، ممنوع أنا أزاول مهنة بدون هذا. سجلتها باسم فؤاد كفاي زميلي لي بالمدني، وجبت أخوي حسن فاين آرتست ودربته على لاندسكيب، وبدأ معي قصة في مكتب محلي. إحنا في هذه بعدين بعد 7-8 شهور، وأنا قالوا في واحد اسمه عبد الرؤوف الروابدي بده يجي يلقي محاضرة. مين عبد الرؤوف الروادي؟ قالوا أمين عمان. والله أنا آخر أول أستاذ جديد جاي أسيستنت بروفيسور، قعدت في آخر المدرج. حكى زلمي متكلم لبق تحمان، بس خلص. طبعا بلشوا ينتقدوه تبعين التخطيط وتبعين مش عارف كيف، وكله نقد نقد، إحنا ولا أسهل منا بالنقد، نفسك واحد يحكي هيك إشي فيه لوجيك. وقفت في آخر المهم، قلت له معالي الأخ، قال لي استنى 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 وين رايح؟ هو سليط اللسان بالحق قوي. قال لي استنى استنى وراي، شو اسمك انت؟ انا اسمي دكتور كامل محاديل. قال لا بدي اسمك الثلاثي. قال لي اسمي دكتور كامل عدت الله فالع محاديل، اذا بدك بعطيك بقيه 5 شهور. انا عندي شويه سنس اوف هيومر يعني، بحس مشان ما هو لانه مشان ما يعني يلقطنا بكلمه ولا. قال خير تفضل. قلت له بدك صراحة، أنا غبت 5 سنين على الأردن ورجعت، ما رأيته من الأعمال بالزراعة، وكان هو يحب الزراعة، في نقل نوعية بالنظافة والزراعة، وكانت الخطة التنموية الشاملة هو متبنيها، اشتغلوها دار الهندسة، وحط كمال جلوقة مخطط معماري مرتب، وسووا يونت كاملة لدار الهندسة تحت مظلة كمال جلوقة، ومدحت عنه، حكيت يعني رأيي نظيفة عمان حلو بدها شغلات، وسكت. رجع سأل قال لي أنت شو خلصت؟ قلت له أنا لاندسكيب أركيتكت. قلت له أنا قاعد هون من 5 سنين يمكن ما أقدر أسوي، يمكن بدي 20 سنة. بعدها بأسبوع جاني اتصال هاتفي ولو بقول عبد الرؤوف الروابدي على التلفون، نسيت أنا إيه. بقول مرحبا كامل، هو عنده عادة بيحكي الاسم الأول. قلت أهلا. معالي أمين عمان تفضل. قال أنا أمين عمان بدي بكرة تيجي تداوم عندي. قلت ليش شايفني بدون شغل أنا؟ معالي الأخ وين أنا؟ وين أجي إذا أنا أستاذ بجامعة؟ قال لي أمتى بتقدر تيجي؟ قلت بجيك الخميس ما عندي دوام. رحت الخميس عند عبد الرؤوف الروابدي، فت على مكتبه قعدني. يوم الخميس أوبن داي عنده، فات أول واحد ثاني واحد ثالث. قلت له استنى شو أنت جايبني سيدي؟ جايبني هون ترى أنا أبوي حاكم إداري سابق. قال بعرف أبوك بعرف.
قلت له ليش انت بدك تحكي لي كل قصص الناس؟ كان انا بجي على موت. قال لي اه صحيح زي ابوك انت، مش قليل سامك، مش قليل، اقعد اقعد. وقف المقابله، قال لي بدي تداوم معي ما دامك باللاندسكيب، بلكي نتعلم شويه. قلت له ما بقدر اداوم، بداوم معك بارت تايم، يوم بالاسبوع يوم خميس بقرار ومكافاه. ولا استاذ رئيس الجامعه كان وقتها فوزي غرابي يذكر بالخير، لانه عملت مع هذا الشخص اعمال طيبه بالجامعه. وبدات رحلتي مستشار لامانه عمان الكبرى، اعطيت كورسات، بدانا الحدائق، كان معنا بهجه الضابط، كانت معنا فاطمه العكور، مجموعه من زملائنا الطيبين هشام العمري، مجموعه كتير كويسين، وبدانا واخذوا كورسات معنا، وبدانا نتعامل بادخال. ففي يوم من الايام رحت زرعت شارع الاستقلال كله بالمارغريت، شرب صغيره وردتها بيضه، هاي اللي فيها البيضه ترسب تسقط تنجح، وهي بتضلها 3 أشهر مزهره، بس بعد ما تزهر 4 أشهر بدك تقص. فانقلبت جزئيا، بدانا ندخل البراكيكتم، دخلت اللاجستروبيا انديكا، دخلنا بعض النباتات، صرنا نقولهم وين المتساقطات، وين وارفة الظلال، مش كل شجرة بتنزلع في الشارع، الزيتون ما بصير ينزلع. وعملت كتيبين له، واحد عن التهذيب وواحد عن الزراعة، استعملوا فترة وبعدين تناسوا، لكن ما زالت جهودهم كويسة. تفضل دكتور. بعدها حصل لك فرصة، أنا كنت أسألك عن المكتب بس أنت تفضلت فيها، حصل لك فرصة بعدين لرئاسة قسم العمارة في الجامعة الأردنية 4 أعوام، هل كان هذا المنصب مفيد لك على المستوى الأكاديمي البحثي أم قربك من الطلاب بشكل أكثر؟ أولاً أنا بعد سنتين صرت رئيس قسم عمارة 1990، جيت أنا 87 88 89 بعد سنتين أو ثلاثة صرت رئيس قسم، أصغر رئيس قسم تبوأ. حلفني الحظ، كان مستلمه قبلي سليم الفقيه ومجدي توفيق، الله يرحم سليم الفقيه ومجدي، قام بالشخصيه محترم درس. استلمت قسم العمارة لكن ما استلمت خالي الوفاة، كانت في وحدة اسمها وحدة الأغا خان، وهذه كانت راصدة $150,000 إلنا سنوي. فسوينا مكتبة الأغا خان ومكتب سلايدز، وسفرنا كل أعضاء هيئة التدريس، وسفرنا طلابنا وزملائنا في 6 أو 7 ورش في حول المدرسة. وأيضا أجا إيردميك سوي وأجوا أساتذة تانين كانوا يرأسوا هذه الوحدة تحت مظلتي كرئيس قسم عمارة. لكن كان أنا أعتقد مش صدفة لما يكون عندك مال ويكون عندك دعم رئيس جامعة محترم، كان فوزي غرايبي، ما لحقت أنا الدكتور عبد السلام، اشتغلت معاه كمعيد وكان قمة في التعامل، قائد فد عبد السلام، لكن هذه أعطتني فرصة. وكان عندي عميد اسمه عصام، دكتور عصام زعبلاوي، وبعدين أجا خالد طوقان، خالد زميل وعصام زميل، بس خالد زميل جامع، فأعطوني فول تراست، جبت البارت تايمرز وشغلت مجموعة كبيرة ليكتشرز واشتغلوا بالجامعة الأردنية وانضم إلها، وكانت فترة ذهبية لي، بس ما انقطعت عن البراكتس، ما انقطعت أبدا يوم عن، كان 50% أو 40%، خفت مزاولتي 30%، لكن ما راحت أبدا، ما قطعت. أنا فعليا احنا حناخد استراحة بعد شوي، بس في سؤالين عندي وبنرجع بعد بخمس دقائق. انت بعد ما فعليا عفوا بعد الرئاسة عزلت التعليم، او فعليا قررت في عام 2007 استقالة من الجامعة الأردنية، كان حينها عمرك 54، ذهب للممارسة بشكل كامل مكتبكم، حنستعرض المشاريع، بس كيف استطعت انك تغلب الممارسة على التعليم؟ زي ما حكيت لك، ما بتقدرش تفوت على الطلاب إذا مخزونك بالتعليم بالممارسة مش كتير، ما بتقدر أخي الكريم، صح. بتروح أنت في تراك مش كويس، حتى روحت للدولة وللوزارة وللعقبة مخزون كمان في براكتس من طريقة أخرى، من إدارة أخرى، من قيادة أخرى، تعامل مع زملاء، مشاريع كبيرة، إشراف على إعادة هيكلة مشروع سرايا مرسى زايد، بعض المشاريع اللي كنا مصممينها شفنيها في تخطيط اللاندسكيب للمدينة، إعادة روح المدينة، رونقها، تفعيل ودعم المشاريع الاستثمارية آيلا، في قصص نجاح تالا بي، في مشاريع قصص نجاح رهيبة في العرض. فهذه كمان فيها جزء من البراكتس،
فأنا قررت أروح على البراكتس بالألفين وستة. أتعبني شغلتين أتعبت. صار يزيد الطلاب فوت على الحصة في طالب كيف بدك تلحق والريشيو واحد لعشرين قال يفوت معك بعض الأساتذة وبعدين صار يفوتوا معي طلبة ماجستير سنة وسنتين ولا ناس متخرجين وتفوتوا معك هذول الطلاب في إشي مش 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 نفس الطريقة. كل زمان بتغير لكن اللي أدهشني التعامل الإدارات الجامعية والعمادات الجامعية تعاملوا معك كأنك موظف في مدرسة. داومت ما داومت روحت ما جيت جيت ما جيت طالب بيشتكي بيسمعوا له فلان بيسمع طب اشتكي شكل لجان واسمع. فأصبحت منغصة العملية التدريسية بهذا الكم. وهذه الإدارات المهترئة وبصراحة بعض منها مهترئة. أنا ما بصير أعين عميد ما يكون في دين سيرتش كوميتي. بصير شي يجيب عميد لأنه فلان وعلان ومحسوب على فلان وما فلان وقائمته بقائمته أو اتجاهه الديني أو التطرف أو العنصرية أو من شرقة أو من غربة أو طفيلي أو كركي أو مسيحي أو مسلم. هذه أكاديمية ما فيها. هذا ما يحزنني أو ما أحزنني فتركت وأصريت وتركتها في فترة. زميل كان كويس دكتور خالد الكرك وحتى الله يرحم فايز الطراوني دعيت على غداء في الجامعة الأردنية وكان في أخي خالد الكرك قال ليش بدك تستقيل خليك ما بقدر لا أستطيع ما بقدرش أعطي التعليم اللي بدي إياه. بعدين أنا عندي أنا مش مدرس أفوت في محاضرة أعطيها سلايدات وأطلع. إذا ما في person to person contact with your students you cannot fulfill the message. مستحيل لا تقول لي مستحيل. وهذه احدى المشاكل في بعض الجامعات العربية المحيطة لنا اللي فيها كم ما فيها نوع. بدك تاخذ بريك ونرجع بعد خمس دقائق بالضبط. بس بدي اسالك سؤال قبل ححط صورة لانه في شيء بالنسبة للظهر عندك الصورة الان صح دكتور؟ شو هاي ظهرت الصورة. أنا شكلت عدة صور بصراحة كنت أسألك لأنه لاحظت في عدة مقابلات التفاوت عندك بالعمل الحكومي والتدريس والتعليم. بدي أسألك أنه طبعا عفوا راح السؤال الشاشة برجع الخريطة بس. طيب كيف تلخص لنا كيف تلخص لنا الفرق بين العمل في التعليم والعمارة مقارنة بالعمل العام والحكومي؟ علمنا أنك طبعا لا تتوانى عن خدمة الوطن في كل حين طبعا. صحيح. أولا الجميل في الخدمة العامة خارج نطاق الأكاديمية التنوع بالناس من المسؤول للعامل لأهل البلد لأولاد البلد لزائرين من برا للأطفال للشباب وتعامل أيضا مع معرفة مكنونات الإدارة في الحكومة الأردنية. يعني شو دور المحافظ شو دور مدير الشرطة شو دور مدراء الأشغال دفاع مدني مخزون كبير. لكن أجمل ما فيها أنك تقدر إذا كنت صاحب قرار أن تصل لخدمة المواطن أسرع من مسكة القلم تلفون. أنا كنت أعتمد على الهاتف وبعدين أتبعه في كتاب. في ناس لاحقا لكتابنا ولاحقا لكتابكم. أنا أولا رحت على العقبة الخاصة في أزمة الربيع العربي. ست إضرابات كان عندي. إضراب الموانئ وإضراب المياه وإضراب السلطة وإضراب والخيمة العقبة اللي في نص الاعتراض وإضراب مينا الحاوية. هذه كانت هدك كبير جدا. التعامل معها النزول للشارع واستيعابها بفترة قياسية. اثنين حتى أزمة المياه أنا استلمت المية 99 على أثر أزمة استقالة حكومة الدكتور عبد السلام المجالي من محطة زي وتلوثها. وأجت فترة حكومة فايز الطراوني 3 أو 4 شهور أجاء هاني الملقي. أنا جيت في فترتها واستلمتها وأدرت أزمة الطوارئ وزي ومضخات زي وآبار وطوارئ. فأنا منظومتي شوية بتتعبني لأن سرعتي باتخاذ القرار لحل الإشكال تزعج بعض. بدك تتروق وبدك كيت وكذا. واحد يحكي يا أخي ليش مستعجل شو مستعجل صار أزمي هون ما بدك تنزل على الشارع تشوف الناس شو لمين بدك تتركهم إذا ما شافوا المحافظ اللي أنت بتمثله أو في محافظ كان عندي بس أنت رأس الهرم بالإدارة
هنا، وانت ما في بلدية، انت رئيس البلدية، وكل الأجهزة تقريبا تابعة لك، انا رئيس مجلس الموانئ، رئيس مجلس شركة تطوير العقبة، رئيس مجلس المطارات، رئيس مجلس ميناء الحاويات، اذا انا رئيس سلطة العقبة الخاص، اذا ما شافوني الناس كيف بدهم يسمعوا؟ فانا تعب، حطيت كل اوراقهم كل طلباتهم على راسي ونفذت 80% منها، وبدون ان استشير الا اللوكال كوميونتي تبعي، يعني المحافظ ومدير المخابرات ومدير الاستخبارات ومدير الشرطه ومدير الدفاع المدني، كنت استشير هذا بالاضافه لمجموعه من ابناء كبار العقبه، واتخذ القرار بسرعه ما انام عليه. طبعا احنا حنرجع عفوا حنرجع لموضوع المشاريع. احنا البدايه طبعا حبدأ من هنا عشان أكون معاك في بداية المشاريع، أو يعني من تسلسلها نبدأ من الأهم للأهم. حبيت نبدأ في كان أول مشروع اللي هو صرح الشهيد ياسر عرفات الرئيس. حكى معي جعفر طخان الله يرحمه وقال لي كامل أنت في المكتب، شوف قديش تواضعته ولا في المكتب، كان مكتبي على الدوار السابع، قال لي بدي أجيك، أجي علي فات مع مخططات، قال لي كامل أنا صممت شركتي اتحاد المستشارين وأنا صممت صرح الشهيد الرئيس ياسر عرفات، وهذا الصرح بده لانسكيب فبدي تسوي لي إياه، إمتى بتقدر؟ بدي إياه بعد بكرة، أنا يوم بيومين بدي أسافر على الضفة ولازم يكون معي. قلت له أوكي، ثانية وشرح لي وقعدت تركني، سهرت في نفس الليلة، أنهيت المشروع، حكيت مع جعفر الصبح ثاني يوم، قلت له الديزاين is ready if you want to come and pick it up. فأجى جعفر قال لي والله ما بقدر أجي، تقدر أنت تجي؟ قلت آه بجي، راح أسعد حالي، راح تحطيت المشروع. فانبسط جعفر طوقان، كان مشروع لطيف مصمم سيمبل سيمبوليك كبير، وكانت بهذا سكتش الأولي له، وظهر على صورته تقريبا بنفس، كان بده يكون خفيف اللاندسكيب، يكون في جراندنس شربز صغيرة شجيرات، يكون في زيتونة زيتونتين معلم لهم، وهذا اللي صار. فالله هذا تشوف الصور إنه هذا جهد مشترك، طبعاً المعمار كله والفكرة لجعفر طوقان، لكن كان الهدف أن يحمل اسم الشهيد ياسر عرفات، الرئيس ياسر عرفات، وزي ما أنت شايف اللون الأوليفز اللي هي يوليا اليوروبيا والنباتات الأليسيوم اللي موجودة والخضار اللي بيعكس المنطقة وفلسطين الغالية على قلوبنا جميعاً. المشروع الثاني بالنسبة لك كان جميل، هو منتزه طرابلس في ليبيا، كمان كمان مع اتحاد المستشارين مع جعفر طوقان. الجميل كمان في هذا المشروع انه لما اجاني كمان جعفر طوقان اتحاد المستشارين، يعني تعاملنا معه بمشاريع، شركة محترمة جدا مميزة وفيها معماريين ممتازين، فرسمت هذا سكتش الاول له، وكان في بعض من الشغلات وهم رسموا صمموا شو بيسموه المباني اللي موجوده فيه، وعملنا كل الكونستراكشن دوكيومنتس، واعتقد شركه تركيه نفذت. الجميل في هذا المشروع انا ما اشرف عليه، يمكن زرته مره او مرتين، لكن ذهلت من طريقه التنفيذ اللي سووها الشركه التركيه واشراف اتحاد المستشارين اعتقد، لكن هذا مشروع فعلا نفذ صح ونفذ بحذافيره. وانا عندي معلومه باللاندسكيب، انا بعمل ماس بلانتنج، ما بعمل انديفيديوال بلانتس هون 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 تطريز زي ما بيعملوا بعض الزراعيين او بعض المعماريين، ماسينج اوف بلانتس، كميه من النباتات، يعني بدك تحط الاليسيوم الماده البيضاء او الفضيه بدك تنثرها بخط اللي تكون فيها خطوط عمارة، حتى لما بدك تزرع النباتات أو تزرع الأشجار بدك تزرعها باللي تقدر تشوفها وانت ماشي في الكوريدور في الممرات، تشوفها وتراها، مش تكون انت ما اللي تشوف شجرة واحدة، لازم تشوف الأليويز أو الخطوط اللي بين الأشجار. فهذا كان فعلا مشروع طيب جدا وجميل. أيوة الماريوت البحر الميت قصته قصة هذا.
يعني مشكلة فرق الليفل كبير جدا. هذا الماريوت نعمل فيه ماستر بلانز، نعمل فيه حوالي 12 ووتر فيتشرز، كانت فكرته تختلف. وهذا دخلنا على الماريوت، كان جعفر طوقان تقريبا بنص المشروع عندما تركوا ثلثين المشروع. فلما دخلنا بالتصميم اللانسكيب، ودخلنا بإشراف إلكتروميكانيكال كمان مع المنفذين. لكن الجميل فيه إنه السكتشز اللي نعمل والووتر فيتشرز نعمل، كل ووتر فيتشر نعمل لازم تشوف الضفة الغربية، تشوف فلسطين من أمامنا، ويشو تتش البحر الميت كمان، لازم تشوف خط البحر الميت مع كل بركة بتقعد فيها. ودخلنا الحجر بكثافة، البولدرز بيج بولدرز، وحتى بيج بولدرز في المين سباين. دخلنا نيتيف بلانتس، فايكس اللي هي فايكس شجرة لوادي عربة وسودانيز ياريا، شو بيسمون النخل، البالميتوز، المقزمات المجنونة بشكل يعني. ودائما أنا بسعى دائما في النباتات والسوفت والهارد لاندسكيب إنه يكون متداخل، مش في منطقة معزولة عن منطقة. لازم تحس النباتات داخلة which is overlapping أو بتعض على بعض. فلذلك كان هذا مشروع أعتقد إحنا انبسطنا جدا في أداءه. حنيجي دكتور الآن يعني آخر مشاريعك، وأعتقد يمكن من أهمهم الآن في الحديث عنها، اللي هو مشروع المغطس. مشروع المغطس الحديث عنه يطول، لأنه هذا طلبنا أن نقدم أفكار. اشتغلنا سنة وقدمنا أفكار، وفي إحدى الاجتماعات تم طلب رأيي شو تقترح، وبقترح بتقدموا هذا المشروع. استدعوا أيضا شركات أردنية، فتم استدعاء. طبعا كنا قدمنا مشروع كبير ومتكامل ودراسات مرتبطة بالديانة المسيحية والآثار في منطقة المغطس. فتقدمت 4 شركات 5 شركات. المهم فزنا في هذا العطاء تكنيكال اند فاينانشال. هذا العطاء أخذ جهد كبير جدا. هذا المشروع أخذ، أنا رسمت ما يقارب 140 ووتر كولرز، ما شاء الله، ما يقارب من 12-13 ماستر بلانز هاند وورك مع الفريق تبعي. ودخلت في هذا المشروع مع شركتين، شركة المستقبل لمعالي حسني أبو غيدة وأخي مروان الصفدي، وفي مجموعة من المعماريين طيبين ومعماريين متميزين ومهندسين. ومعنا أيضا دخلنا مع ديزاين وركشوب، شركة لاندسكيب فيرم زميل إلي فيلو بالأمريكان سوسايتي أوف لاندسكيب أركيتكتشر، المهندس يزن محادين اشتغل مع ديزاين وركشوب، فكان انسترومنتال يدخلهم معنا. ويزن توك ذا كوردينيشن مع ديالا عن التاوي، and we went through that. كل اجتماع كان يجب أن يرى الفريق الاستشاري اللي أمامنا، اللي هو من development zone، معالي سمير مراد وإخوانه، وحتى إخواننا بالديوان، حتى كل الفريق تبعنا كان دائما نراقب ونتحدث عن كل أسبوع. كان في اجتماع يوم 4، هذا الاجتماع يمتد 2-3 ساعات. لكن أول workshop عمل مع الهيئة العالمية الاستشارية اللي كانت تراقب، والplanning committee كمان، كنت أجيب الأوراق والمخططات والماجيك ماركرز، and I used to paint and draw during the session. هذا بعطيك passion بشغل. كان تقرأ حارات كل المنطقة، المغطس تحكي عن الديانة المسيحية، هذه مهد الحضارات، مهد الديانات منطقتنا. فلذلك بدك تعرف مخزون بيت لحم، مخزون الناصر، مخزون يافا، حيفا، القدس، الكرك، قرانة. وأنا موثق على مدار يمكن 40 أو 40 عام ما يقارب أكثر من 1000 رسمة للقرى والمدن الأردنية. أنا رفعت 12 قرية في الجنوب، كان من جديدة لبذان لسمرة. أيضا لما تشوف شوارع القدس، الحجر ترى بتشوفه في القدس، شوف بعض حتى في الكرك، حتى في ما بكون الحجر نفس التايب أو نفس اللون، تجد فيه شيدز ما بين، تضرب على حمار تجي على سمار تجي على بينكش. وهذا صحيح، فبدك تدرس ليش انعملت. طبعا أنت بدك تعيد، ما بدك تعيد العمارة كما كانت، لا، بدك تعيد الروح اللي كانت، لأنه في تكنولوجي داجت عنه. بعدين قرأنا عن يوحنا المعمدان، وقرأنا عن قصته، ويا زكريا إنا بشرناك بغلام أسميناه يحيى. فالقصص القرآنية التي تحدثت عن المسيحية والعلاقة الإنسانية بدك تدخل إلى عمقها، وبدك تدخل إلى ما ذكر في الإنجيل
والديانة المسيحية عن النباتات في منطقة المقدس والنباتات الطبية، ما ذكر بالقرآن وما ذكر بالديانات عن هذه النباتات وفوائدها وإلى آخره. أنت لكن الفكر أهم شيء من هذا المقدس، حاولنا أن يخرج من الويلدرنس، هذه منطقة ويلدرنس كانت، ويوحنا المعمدان عرف عنه بمحبته للويلدرنس اللي هي للطبيعة. فإذا بتلاحظ بتشوف ما مش شايف عمارة أنت بالقطعة اللي إحنا صممنا فيها، كأنه العمارة خرجت من رحم النباتات الموجودة والغطاء النباتي، وعندك أنت كذا نبتة هناك كان من قصيب الريد أو من الأكيشيا تورتيلس أو الأكيشيا سيرينا أنت تتحدث، أو البالميتو، في نباتات موجودة في وادي عربة وفي الوادي الأردن، خص نص للمنطقة هاي، لأنه أنا في كتاب إلي البحث عن النوعية في شابتر كامل عن landscape regions للأردن اللي هم أربعة، يعني اللي بنبت في الصحراء ما بنبت في الغور، واللي بنبت في الغور زي مصرين يزرعوا بعد مرات زيتون في الغور وهو ليس نيتو، أو بدك تجيب سرو وسنوبر لا يجوز، ممكن هناك الكزورينة. فحتى الإفكت، حتى النايت إفكت، لأنه أنت بدك تبلو، بدك الضوء في هذه الديانة اللي خرج حسب ما قرأنا وحسب ما شفنا أنه هذا أضاء السماء. فلذلك أنت نازل من عمان ونازل من هالطريق من هالجبل تشوف هذه البقعة وتأشر عليها، كان من المدرج إلى التكوين إلى القرية، وهذه فيه خدمات للسواح الحجاج اللي بيجوا على المقطس، وحتى تكون فيستيفيتي إعادة تنوير. وزي ما شايف أنت فيها نوع من التداخل الكبير ما بين العمارة واللاندسكيب. حتى العمارة اللي اتبعناها درسنا النمط المعماري اللي كانت قبل 2000 سنة، حتى المدرج كيف تضيء المدرج، كيف تتعامل مع الشيء تبعه، والتعامل مع زملائي وفريقي، هذا جهد مبارك من مجموعة وليس من فرد. لكن زي ما انت شايف التعامل مع الشيل ستركتشر أو القباب أو كيف دورها أو الفتحات أو علاقتها أو ما هي أنواع الحجر، وهلأ بتشوف في كذا شوت يمكن، لكن لو تشوف الرسمات اللي رسمناها أو الووتر كولرز اللي عملناها حاولنا أن ننقلها، إذا بتعطي الصورة اللي بعديها تجد أنه في كل مرحلة من المراحل، حتى الحجر ليس منتظم، لكن في إشي بارز، في إشي طالع، في حوض للمياه، في جرة موجودة، في بعض الإليمنتس، عناصر السوفت والهارد لاندسكيب، وحتى الشذر لما بدك تحطه بدراسة اللي يكون مرتبط ارتباط وثيق، ما يخبي العمارة بس على الأقل يكون متداخل معها، يحميها، يحضنها، يعمل لها شيل. فهذا أخذ جهد كبير جدا منا. وعلى فكرة أنا يعني من ألفت كتاب بالنباتات، وكانت بداية 1982 ب أول ما بلشت أخذ النباتات في جامعة لويزيانا، وثقت ما يقارب يمكن من 1000 نبتة، حطيت 150 نبتة منهم في كتاب. لكن في وقت الكورونا بلشت أرسم بنهم أكثر حتى أطور كتاب النباتات، وأعتقد رايح يظهر قريبا إن شاء الله. لكن زي ما أنت بتشوف حتى بالتكوين، حتى بالدراسة، واللي بنرسمه باليد لما بدهم يطلعوه بالكمبيوتر لازم يكون مشابه أو قريب لما نعمله حتى تكون الرؤى صح لإلنا، لأنه الفنان أو من يملك هذا الحس أنا عندي قاعدة دائما بقول الإنسان عقله في عينه في قلبه. وعلى فكرة قبل سنتين أو قبل سنة اكتشفوا أن هناك 40 خلية عصبية في القلب تعمل وغير مرتبطة بالدماغ. وهذا بورجيك أنه أنت قلبك عقلك على رأس القلم تبعك بإيدك، هذا الشعور اللي بتشوفه فبتحاول تنقله. فلذلك أنا كمان نهم بقراءة النباتات الفيونا عند فلورا بمنطقتنا. رسمت يمكن من 84 كمان رسمت مجموعة كبيرة من الطيور الأردنية، لكن هذه آخر فترة، آخر يمكن 4 أسابيع 5 أسابيع بلشت أرسم النباتات المهاجرة والنباتات الموجودة في منطقتنا، لأنه في جزء من مشروعنا بالويلدرنس نعمل بيرد سانكتوري، بدنا نعرف الفرق بين الحسون كيف بعيش الشنار وكيف العقاب وشو العصفور الوردي اللي ظهر على الدينار الأردني وشو القبرة، لأنه في ناس كتير العصافير أو الطيور ليست للمنظر، هي طبيعة،
هي حامية للبيئة، هي ناقلة للبذور، هي واقية، هي مثلا ازرع شجر الحور في حديقتك واحدة أو تنتين في منطقة جنوبية مشان الظل وبعدها شوية عن الأساسات، بيطلع عليها درنات من المن، كل درنة فيها يمكن 1000-2000 من صغيرة سودة. العصافير الصبح تجي تكسر هذه القل أو الصغير مشان تأكلها، فهي تنقي البيئة. مثلا تطلع على العقاب أو على النسر أو على هذا شو بيعملوا للأفاعي، هذه منظومة إيكو سيستم. فأنا عندي قاعدة في منزلي أو في الحدائق اللي أنا بصممها، ما بنكش الحديقة، ما بصيرش تنكشها وما بصيرش تظلك ترشها في المبيدات، لأنه أنت لما تمر بستين ثلاثة في الحديقة بتأكل كل اللي أنت بدك إياه وبتحافظ على الإيكو سيستم تبعك، فلذلك لازم تحافظ على ذلك. فهلأ عندي ما يقارب يمكن من 80-90 طير، غير 80 أيضا نبتة اللي هم بحاول أربطهم في منطقة المغطس. العمل ليس عمل يعني بدك ecologist، بدك historic preservationist، بدك architect، يزن with the landscape architect، knowledge of architecture، معاه بال watershed management، ديالش يزن architect، فدوى أبو غيدة اللي بالمستقبل كمان البنات الصبايا اللي عندهم بالwater والirrigation والelectrical، team من 27 مهندس تشتغل ما شاء الله. ومستقبل اللي زي ما حكيت لمعالي أخي حسني أبو غيدة هو جناركي ديكوسو، وحالفنا الحظ أنه هو كمان اشتغل رئيس لمنطقة العقبة الخاصة، لكن شركته أيضا المستقبل. في الأردن هناك شركات نعتز فيها، لا أفضل واحدة عن الثاني لأن كل واحدة فيه لها طاقات، حتى شركة يمكن أنا أصغر شركة أو بحجم العمل تبعي والتخصص تبعي. أنا بحاول أتخصص وهذه إحدى مشاكلنا في العالم. هندخل على آخر جزئية في المقابلة اللي هي موضوع الفكر والكتب والإنجازات اللي صارت. بداية بالفكر، في موضوع حاب أشير إليه اللي هي موضوع التوثيق وكتابة المدونات. أي عام بديت فعليا تكتب مدوناتك؟ في بالضبط مدوناتي 1982، هذا أول دفتر. أول دفتر 1982. كم دفتر عندك الآن ما شاء الله؟ يفوق 150، لأنه صرت كل سنة أخلص 2-3، وبعد مرات صرت أرسم على أخلص دفاتر قديمة، عرفت علي؟ لأنه من كتب ترسم شوف بصير عندك هوس بالرسم والتوثيق. فلذلك اللايبرري أنا عندي، لأنه عندك المكتب وشركة مع يزن اللي بديرها الآن، هي كان مانج الفوليوم تاع المعلومات اللي إحنا بنشتغل عليها. يعني في شغلتين ثلاثة، في ثلاث مسابقات دخل يزن فيها وفريقه وأنا ما دخلت، تيم بيشتغل لحاله بورجوني الفاينل ريزلت، وفي تنتين فازوا في تنتين أنا ماشي أنا شفتهم إلا لما فازوا فيهم، ولا دخلت ولا قلت لهم صح غلط، لأن هذا التيم بده يشتغل بأريحيته بنفسه. لكن في أشياء أنا بحب أدخل فيها، فهم متاركين للعالم التأليف الآن والكتب، وبجوز ماستر بلان أعمل سكتش إله أعطيهم فكرة أو أطور فكرتهم أو إلى آخره. إيش أكتر إشي فادتك المدونات؟ المذكرات؟ مذكرات. أول فائدة تحسين لغتك العربية والإنجليزية. ثانية الميموري تبعك، أخطأت مع حدا بدك تعتذر له تكون كتبت تذكرها طبعا. إشي كويس موقف تسجله. أنا بعدين بكتب نثر كل يوم إلي على الفيسبوك خاطرة، فالخاطرة اللي على الفيسبوك لما زرت يزن بالسنة النهائية وهو في مراحل الدراسة في جامعة القاهرة، دعوني جامعة القاهرة ألقي محاضرة، ألقيتها في يمكن 23 يناير قبل يوم الثورة بيوم، اليوم في القاهرة، القاهرة جامعة القاهرة، فدخلت على القاهرة على الجامعة وألقيت المحاضرة، كان 300 واحد في القاهرة في الجامعة. فبدأت المحاضرة اسمها إيش؟ New Horizon، أو في أفق جديد. فنطت إحدى الفتيات قالت دكتور جيت على القاهرة مش خايف على القاهرة؟ قلت لا والله ما أنا خايف على مصر، ورايحين تشوف ادخلوها بسلام آمنين، هذه مصر هي أم العربية، قاعة الأم، فقه، ثقافة، العلم، الشعر، الأدب كمان منبته صحيح في سوريا والعراق، لكن مصر تلعب الدور الأهم. لكن من أسئلة الشباب ومن هالميمعة اللي صارت في هذا، قررت أن أكتب كتاب اسمه ذكريات مرسومة، كل شيء بنزل على الفيسبوك مع إحدى رسماتي. فكتبت كتابي الرابع أو الخامس اسمه درون ميموريز بالعربي والإنجليزي. فأنا كل يوم إلي خاطر، فحسن النثر، حسن اللغة، كل إشي سكتش برسمه بوثقه
فما بضيع الدفتر. الآن إن شاء الله طبعاً من هدول الثمن من المجموعة هاي طلع ثمن كتب، حتى في الأخير إحدى الببليشر أو الناشرين في أوروبا طلبوا مني أعمل عن مدينة في إيطاليا اسمها ميلفي، كيف ترى ميلفي، رسوماتي مع تكست منهم ورسمت لهم ونشر في 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 شو اسمه وطبع. أربعة من كتبي طبعوا ونشروا في فيجوال ثينكرز اللي هو أهم واحد بالديزاين، بيحكي ماي ابروتش ديزاين فيجوال اركيتكت لاندسكيب اركيتكت، وهذا أكثر واحد. إحنا الآن نشتغل على واحد ديزاين بروسيس في أثناء الكورونا، ما شاء الله عطيت محاضرات كيف بتصمم، كيف بتعامل مع الأشكال والفورم وأبروتش، وبنحاول نلملم فيه الآن، لكن الله يسر يا رب. كم مين علمك التدوين المعماري؟ التدوين المعماري جيمس تيرنر رهيب، كمان عنده ما يقارب الآن 300 دايريز، وكمان عدا عن الدايريز عنده فوق 10,000 paintings and drawings، غير إنه ديليتر ولاندسكيب أركيتكت وبرسم بريزنتر، بس هو اللي علمني التدوين، لأنه التدوين بيخليك وانت سامع لحد. تخيل في إحدى تعلمت عادة وكنت أعطيها بالجامعة الأردنية لما أدرس first year architecture freehand drawing، كنت أعرض لهم 10 سلايدز وأسكر السلايد بعد دقيقة وأقول رسم السلايد. وهذه كانت تصير معي لأنه زمان أول ما كان ما بفوت كاميرا معك على الجامعة، لذلك أرسم outline of the lecture. وأعتقد واحدة من محاضرات جون مطلق رسمتها كلها، and it was من عرضة هيك في واحدة في معرض في جامعة تكساس A&M، عرضوا نفس الدروينز اللي أنا رسمت محاضرته لجون. وبعدين تحدي إنه كنت أجيب الألوان المائية معي بعض المحاضرات وأرسمها ألونها بسرعة، which is a wash سريع. هذا مخزون، شوف العقل في الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر ربنا أعطانا إياه، اللي بتقول لي تشيبس وما تشيبس وهذول والعالم كله هلا على تشيب صغير، ما يوجد هون. لما بدك تفتحه وتفوكس on something ترى بصير يفتح لحاله chapters. لما ترسم بالألوان مش شرط تطلع على الألوان، لأنه أنت بتكون متطلع على 100 رسم، وكل ما أجي بدي ألون لازم أطلع على painters، لازم أشوف ألوان. فهلا بتطلع على آخر 3 سنوات من عملي، بتأثر في بعض الأشخاص في بعض اللقاءات، ألواني تصبح زاهية، أصبحت زاهية. كان أول يطبق عليها شوية المونوتونس الكالرز، أنا ما بحب اللون يكون مصفوف بتدرجه. فهذه درست كالر ثيوري كورسات بالجامعة الأمريكية الآن في مادة. على فكرة بدي أقول لك، أنا ما تركت التدريس ب 2006، أنا كنت حسلك عنها. لا أنا تركت ب 2006 بس ضليتني بارت تايم بالأردنية. صحيح. ما ترك لأنه صرت بدي بس أدرس مادة اللاندسكيب، مريح لي وأريح لي. بتحبها. ما تركت التدريس أبداً، ولما صرت عين ب 2016 ذهبت للجامعة الأمريكية، أني رئيس جامعة هناك زميلي لي، فقال لي ما بتترك قبل ما تتعين. قلت يا عمي أنا ما بدي أدرس بارت تايم. قال نو، وإحنا عندنا طلاب، وهذا ما جذبني للجامعة الأمريكية، الروح اللي فيها، روح التدريس والطواقم، بعدين العدد القليل للطلاب من 10 إلى 15 طالب بالحصة. أثر على عطائك؟ طبعاً، لأنه بعطي اللي بقعد بشوف كل واحد، بتركز معه، بركز بعطيه فري تايم. وبعدين كل محاضرة أو كل أسبوع إلي محاضرة، في كل أسبوع لازم أنزل إشي شو عملته أنا والطلاب. أولاً ترفع معنويات الطلاب، هذا أهم إشي لما تدرسه، لما يشوف شغل انتشر مع أستاذه وبتمدحه ولا بتحكي له ولا بتنكت لك نكتة. أنت أسألك عن هذه، كنت عذرا، اللي هي عندك مقولة بتقولها دائما، reach before you teach. طبعا هلا أنت بدك تروح على دكتور، إذنك وجعت، شفته مكشر وشفته مو طايق يشوفه، بلا بتطيب ولا بتمرض بزيادة؟ تمرض بزيادة. صح. الأستاذ ما بصير يفوت على طلابه مكشر، حتى لو عنده مشاكل الدنيا كلها لا يجوز. حتى الدوائر الحكومية، أنا كمان هلا براجع بعض دوائر بفوت بلاقي معبس، أقولها ويش معبس؟ ليش بالله داز بوزك؟ يضحك يا زلمة، أنت خسران إشي؟ بيضحك وبفتتح معك وبصير. الطالب الطلاب بالمدرسة والجامعات والمدارس، الطلاب عندهم مشاكل وأهليهم عندهم مشاكل،
وسوشيال بروبلمز وميديكال بروبلمز وجاد نوز وكل شيء وماليا، ما بصير انت تفوت على الطالب ما تكون منشكح. حتى لو ما انشكحت كون معصب شوية بس افرد بسرعة. وانا عندي مثل دائما بيقولون الناس، انا بعور وبكحل بسرعة، وانا غضبي سريع الغضب لكن بثانيتي برضى بسرعة، يعني اوصل الرسالة. وفي معظم الاحيان بفتعل انا الغضب حتى اوصل الرسالة للي امامي. بس you have to reach to the heart of the student حتى يفهم عليك ويحبك ويشوف قلمك. تقول له شايف القلم؟ يا ريت بس امبارح. او واحد يقول لي والله نسيت، بقول له نسيت تفطر، نسيت تتعشى. او واحد يجي عندي طلاب يلاقيهم قاعدين بالله على المراسم كلهم مكوعين فوق، بقول لهم شو صاير النادي ولا شو؟ ما عمرنا في حياتنا في امريكا قعدنا على الطاوله. يا بتقعد على كرسي يا بتوقف زي الناس. ما دام انا بدرسكم، يدرسكم حدا ثاني حرين، لكن اسلوب ناطق إشي بيسموه old fashioned loyalty بأي مهنة. فلذلك روح على التاجر، بدك تفوت على التاجر عبس فوجه، بتقول أنا ودي أروح أشتري عند واحد 20-30 دولار وأطلع مبوزة، فكري عنك بروح بشتري الخبز عند واحد مفرح، مرحبا قوك لونك كيفك شو أخبار. إلا إذا كان ما محيط بالعالم مزعج، يعني زي الشهداء اللي قبلين جنين، يعني ما هو كمان في بعض الأمور بتحزن لحالها بكل مقام مقال. بس أنا كمان لحد الآن مراسمي كلها إلا يكون فيها 3 أو 4 دقائق إما عن السوشيال إما عن البيت إما عن الأم إما عن الأبو إما عن الابتسامة إما عن الراحة. يعني ذيك النهار إحدى الطالبات فاتت وبلشت تبكي، فصاحباتها بيقولوا والله يا دكتور هي شافة قالت لي بس she overwork herself. قالوا يا دكتور قلنا لا تطلع تشرب معنا قهوة مش قابلة. قلت له إذا ما تطلعي معهم ترى ما بعطيكي ما بنجحك. طبعا لا أنا ما بسقط، بس أنت you have to release stress. طبعا في طلاب بايعين، اللي بايعها حر بيعها لحالها خلاص هو بايعها. مين أفضل أساتذتك؟ والله أعتقد جعفر طوقان one of my best teachers. لأنه مش شرط يدرسك مباشر، مش يكون indirect. جيمس تينر زميل وما درس بس درسنا. دون جونسون ودون أوستن اللي في تكساس، جون مارلك، هدول أساتذة كويسين. ماكس كونراد، نيل أودنوود تاع النباتات، هذا أوثوريتي للنباتات، هذا له قصة. أول ما جيت تأخذ مادة النباتات أول أسبوع 10 أيام قلت أنا أركيدكت، شو بدي أحفظ الساينتيفيك نيم فايكس نيتيدا وكويركس فيرجيل، لازم أعرف الاسم العلمي. وين قلت له والله لو سمحت أنا بدي أعمل دروب على الكورس وما بدي أصير لاندسكيب، بروح ماسترز أركيدكت. قال لي ليش تعال على المكتب. رحت عليه أوثوريتي، لأنه هو جيمس ألف كتاب اسمه بلانس فور ذا ساوث، يمكن هلا الطبعة 13 في أمريكا، معروف جدا الكتاب. رحت قلت عليه، قال لي روح المكتبة شوف واحد اسمه ابن بيتار. شو ابن بيتار؟ رحت على المكتبة قلت له إيه ولا ابن بيتار؟ طلع من ملقة، طلع منا وفينا، طلع بيعرف عربي، طلع إيه قريت عنه. لهذا 12 سنة كان يوقف النباتات ويطلع برا ويرسمهم وموثق له 2000 نبتة، ومنهم اقتبسوا ابن البيتار من عالم بالنباتات والأدوية من اللي قريته عنه. رجعت عليه قلت له طب كيف بدي احفظ نباتات؟ قال معك انت ترسم؟ بقول لي جيمس تينر. قلت قال روح في عنا احنا ريفريجريتر ثلاجه بحطوا بقطعوا النباتات فيها والورد بجمعوها، ارسم. وبلشت ارسم كل النباتات اللي في كورسه، الكورس تبع الكورس الثاني، ومنهم ما منهم بعض الرسمات اللي في كتابي بلانس فور جوردن لاندسكيب بلانس فور جوردن. هذا اللي بتحكي عنه. بعدين شوف كل يوم في تتعلم شيء، صح؟ لا يمر يوم أنا ما برسم أو ما بدون فيه. التدوين راحة نفسية، أنا أرى نفسي في مذكراتي ورسوم. حلفني الحظ 3 من أولادي كمان صاروا لاندسكيب أركيتكت. ما شاء الله. كيف هذا بأثر عليك بالبيت؟ والله ما أثر، بالعكس أثر بوزيتيف، أكيد إيجابي. وهم متاركين لحرية، وأنا ما بنتقد أعمالهم كثير لأنه كثر النقد ببعدهم، عرفت كيف؟ لكن على الأقلية يزن الآن بالمكتب وعامر معاه بارت تايم بالمكتب وبالشركة. بس
الافورت اللي قاعد بنبذله فيكم بتحس في كونتينيويشن بمهنتك. هذا شوي مثل الصدره ما بتفصل في البيت اذا كانوا متميزين في البيت. ايش؟ لا ما بنحكي لانسكيب. هذا ما بنحكي لانسكيب او دم. بس في الكورونا حكينا كثير لانسكيب ويزن كان انسترومنتال بصراحه بالباكجينج كيف نحضر وكيف نشتغل وكيف. ما شاء الله هذه مدرسه سوي ستريت. طبعا هم وهو مع مجموعته لهم نو ايديز نو ويفز فبتاثروا يعني في المختص في شغلتين ثلاثه سواهم الكفر تاع الثياتر الشغلات اللي زي هيك الفنس مع الشباب بالديفلوبمنت للاركيتكتشر انا ما تدخلت كثير فيها هم اللي سووها هو مع بس شيء حلو اتس نايس جود فيلينج. حنبدا بالكتب دكتور تسمح لنا فيها في الكتب احنا استعرضنا ثلاث كتب اللي هي اللاندسكيب بلانز فور جوردن ميدل ايست يعني حنبدا فيه بشكل سريع اذا بتعطينا نبذه عنه وحنسالك سؤالين عليه. ايش اهميه وجود مرجع للطلاب الاكاديميين للنباتات في المنطقه العربيه بشكل عام؟ اهميه يعني هذا سبوك ساينس بوك كيف بدك تعرف النبته اذا ما قريتها وعرفت خصائصها كيف بدك تحط كيف بدك تزرعها؟ ما هو في نباتات poisonous plants في نباتات شوكية في نباتات قاتلة. يعني ما بصير أحط أنا في عندي نبات أنا شوكي مثل أجيف أمريكانا الشوكي تبعه 5 سنتي but you have to educate the people when you plants ما بصير تتركها شو اسمه تبع الزراعة أو للي في المشتل. وبعدين هذا rhythm يعني لوي كان لما سوى دالاس آرت ميوزيوم وعمل الووتر فيتشر نقى نبته وجابوا له النباتات ونقى نبته واحده اسمها لاجستروميا انديكا حط 20 وحده تحت جرافل قالوا له ليش؟ قال بدي شيء يكون ترانسبيرنت ترانسلوسنت اللي بس يسقط ورقه واشوف بس الجذوع وتكون ما تكون اوفر دومينانت. فهذا فكر بدك تفهم فكيف ما يكون عندك مرجع. بعدين هي علم بعدين هذا دواء. انت قاعد تثقف الناس اباط 80% من النباتات تستعمل للادويه سي. دكتور ايش اكثر نبته او مجموعه نباتات جذبتك وتتذكرها كثير؟ والله انا حافظ خليني اقول لك الزيتون السرود المجنونه السايكاد المتسلقات اروماتيك بلانتس بيرد بارادايس عصفور الجنه كل نباتات المتوسط تجذبني. والجزء الثاني اللي فيه هيربل اللي هي شيح جاسوم لافندر روزماري غار الأشياء اللي فيها إدبل اللي بتقدر تستعملها أيضا في الطبخ. This is important. دكتور كتاب Quest for Quality ذكرت في الكتاب إنه كلمة landscape لها معاني مختلفة لأشياء تانية تقدر تفسر لنا معناها؟ landscape architecture في ناس بيقولوا المشهد في ناس بيقولوا المشهد الطبيعي مناظر طبيعية. لا landscape architecture landscape ما إله كلمة بما أنه أركيتكتشر هو هندسة تصميم المواقع بجزئيها النباتي الهارد اند سوفت لاندسكيب. هذا اسم علمي أنا بستعمل. مشهد طبيعي في كتير بيعملوا مشهد طبيعي اسمه بينتينج. هي هندسة مواقع لأنه أهم شيء باللاندسكيب تهذيب الموقع كيف تعمل سايتينج للبناية على الكونتور وتشيل المي اللي بتنزل حول البيت. How you site your building كيف تحط الأورينتيشن تبعك مش بس حط أي orientation شو المواد اللي موجود شو الكلايماتيك ريجن حتى تفهم خصائص الرطوبة وخصائص كل إشي اللي موجود عندك. فلذلك landscape architecture أنا بسميها هندسة تصميم المواقع لا هي coordination ولا هي تنسيق ولا هي beautification ولا هي مشهد ولا هي منظر طبيعي. طبعا كل واحد بصير يتفنن وهي فلسفة لأن اللغة العربية ما أوجدت لها كلمة صح. دكتور تحدثت في الكتاب بالتفصيل عن تضاريس الأردن ومناطقها وتاريخها معنا نعرف معزة كل المناطق إلك. إيش أهم منطقة تعتبرها في الأردن من ناحية اللانسكيب وعزها إلك؟ لا يوجد منطقة مهمة عندي أو إلها value. كل المناطق حتى الصحراء الإجادة كلما كان هناك شو بيسموه شدة في المناخ كلما كانت شلل لللانسكيب. بل إذا سألتني أنا ماذا أحبذ أو أنا كشخص كإنسان أنا بحبذ الماونتينس ريجن هي المناطق الجبلية الهواء اللي فيها عيون المياه اللي فيها النباتات المتواجدة فيها الحياة
البيئة اللي فيها بتقدر تعيش بدون هارشنس، لكن الصحراء صعب العيش فيها. الغور قاسي بده معالجات كبيرة فيه. وادي عربة بده معالجات، عرفت علي؟ لكن المناطق الجبلية ومناطق السهب اللي هي منطقة السهب، منطقة شفا غورية، والسهب اللي هي سهول بين الصحراء وبين الجبال، عرفت علي؟ دكتور، من خبرتك في الرسم على مدى عقود، إيش أفضل نصيحة منك لمن يريد أن يرسم؟ احمل قلم وورقة. ونحن في هذا العالم لا بدنا نحلم قلم ولا بدنا نحمل قلم ولا ورقة، يريد حدا يعطينا غير هالموبايل نفتحه ونصير نكتب فيه. خلني أقول لك شغل شيء. تفضل. Free rules إذا بدك تصير. ترى أنا عندي قاعدة كمان وبحب أشاركها وناس كثير شاركها. ما في حدا بنولد بريليانت لحال، هذا مخ زي اللي بيحب الموسيقى بس ما بيعرف يعزف. قعدوا مع واحد يعلم الموسيقى بعد سنتين يحترف. زي اللي بيحب الرياضة بيحب البوكسينج بس ما عمره يعلم البوكسينج. فن وارت وساينس. أو عمرك شفت واحد بفوت على الأولمبيكس بعد شهر بصير سباح ماهر؟ بده يكون practice 6-7-8 months 1 year. لذلك كل إشي بالحياة في practice. أنا عندي practice leads to perfection. كل ما زاولت مهنتك ورسمت وكتبت وعملت ووفقت، كل ما زاد حبك لها، لأن شوف كيف قلمك تتطور. بعدين افتح الكتب، افتح النت، شوف كيف برسمه. step by step they will teach you how to do the faces, how to mix colors. شو هم البيزك كولرز؟ هذا حلم. بعدين شوف احنا ما اخترعنا طائر خلص، صاروخ طلع هالقمر، كل شيء مخترع تقريبا الا الانوفيتيفنس بفكر جديد. فلذلك قاعده براكتس، احمل قلم وورقه، اوعى تستعمل المحايه. ما تمحي ابدا. بعدين انا صار عندي تشالنج بعد القلم، صرت اروح للفلتب واللامي بنز البلاك والريد والوايت مش عارف شو جرين كله برسم فيه. فتشالنج بعد شويه، هاي بتعلمك كيف تمسك البروبورشنز لما تطلع على البنايه توزنها اوتوماتيكلي، تعرف الفرق بين 1:200 1:300 1:100 1:1000 سكيل. فالرسم تول للمعماري. دكتور، في الفصل الثالث ذكرت انه 70% من الطلاب يواجهوا صعوبه في البدء بعمليه التصميم، لماذا وما الحل برأيك؟ أولا ما عندهم نولج بالتصميم. مدارسنا الثانوية في أمريكا وأوروبا بيعلموا، الصين بيعلموا من الصف الثاني والسادس ابتدائي، تبني لوجو وتبني ليجو وكولرز ودنيا ولعب وهيك. إحنا ما عندنا اجتماعيات ورياضيات وفيزياء وكيمياء وإدراك. ما عندناش هذا. الكرياتيفيتي هون الجزء المرتبط بهالكرياتيفيتي بالآرتس والتفكير والفوليومتريك تشينج ما موجود. فلذلك هاي صعوبة أول ما يجي. فبدك تساهمه، بدك تعلمه من بيزك من ون، لازم تعطيه تكست بوكس، لازم يقرأ، لازم يشوف ناس، لازم يعرف مين معماريين العالم العربي أو العالم. احنا بنعرف معماريين العالم نسدي 10، سمي 10 عرب ما بنقدر نسدي، 10 أردنيين ما بنقدر. فلذلك you have to educate them how to read. اقرأ. If you want to lead you have to read. إذا أردت أن تكون قائد عليك أن تقرأ. ولا بيجي القائد هيك لحاله spontaneous، يا بقرأ من المجالس، يا بقرأ من الكتب، يا من خبرته في الحياة. صح دكتور. نعم. آخر سؤال عن هذا الكتاب، مع الأبعاد اللي غطيتها في الكتاب عن الحداثة وما قبلها وبعدها، الحقبات اللي ذكرتها اللي حصلت في العمارة في الأردن والمنطقة بشكل عام مثل حسن فتحي وعبد الواحد الوكيل، هناك سؤالين بصراحة يعني طلعت معنا بالكتاب. الأول، الكتاب عمره الآن تقريبا 28 سنة، كيف ترى يمكن حل معضلة إنتاج عمارة تنتمي للمكان، يعني بما إحنا الآن 2023 ومستقبلا؟ وحصلك عن الثاني بعد هذا السؤال، تفضل. أولا أنا برتبط بالجغرافة والمناخ. العمارة الإسلامية هي عمارة 8 مناطق وليست عمارة منطقة واحدة. يعني المغرب والجزائر عمارة تونس، تيجي المنطقة اللي موجودة في مصر ونوبيا السودان عمارة، منطقة السعودية واليمن ونجد وهدول عمارة، منطقتنا إحنا نوع عمارة. تروح لأصفهان وإيران
تايب معين، تروح لفار إيست إيجيا ثلاث أرباع أنواع. ما يسبق العمارة العادات، التراث والمناخ. لكن لا تستطيع أن تخلق عمارة لمنطقة إذا ما فهمت ثلاث كومبوننتس هاي مكوناتها. يعني كيف إحنا عندنا مزارعنا، كيف الحواكير تبعنا، كيف بساتيننا، كيف حاراتنا، كيف معمارنا. بس هل تستطيع أن تخلق سكاي سكريبر بالعمارة التقليدية؟ كل زمان لا ممكن. First, second floor, three floors, yes you can. تقدر تسوي مستشفى؟ ممكن الفيشة تبعه تكون فرناكلة، بس كيف العمليات جوا بدها تكون؟ كيف الحركة بدها تكون؟ كيف السيرفيس بدها تكون؟ في تكنولوجي. كل عمارة لا تستطيع أن تعيد عمارة الروم ولا الجريك ولا العمارة التقليدية الإسلامية. هذا كلام بدنا ننساه، لكن هناك مفهوم لعبق المكان وروح المكان وروح الماتيريال اللي بتستعمله. حتى المعماريين كلهم، حسن فتحي للفقراء مشيت واشتغلت وجربت في مناطق تصلح لوقت معين، لحدد معين، لهدف معين، لكن لا تصلح لأي مكان. أنا متمامك هذا علم ما بنقدر. واحد يسمي المطار، كيف بدك تسمي المطار؟ حط فيه برنامج لورني من مواد تقليدية، فهمني كيف اللي أوت تاع المطار بده يمشي، كيف السيركوليشن بدها تمشي، كيف السبيدينج بدها تيجي، كيف الرنويز بدها تكون. فإحنا بنحكي عن سيستم. الأشطر واحد تعامل فراي أوتو لما سوى الأولمبيك 72-73 الماتيريال لحد الآن ما راحت out of style. بس بدك تركز في معماريين they go out of fashion زي اللي بيسووا الربطات يعني تتغير أو الفاشن ديزاين، وفي معماريين they don't go out of fashion اللي هم هذول البيسكس، ميس فان درو، فرانك لويد رايت، فريدريك لو أومستيد تبع اللاندسكيب، جاريت إكبو. في ناس they don't go أبدا، وفي ناس they go out of fashion بالتاريخ. جاودي صحيح مرت فترة بس ما استغلوا ولا استعملوا ولا مشيت سيستم وما كمل. فبدك تكون حريص بأنواع العمارة مرتبطة بالمنطقة والتراث، مثل الميديترينيان أركيتكتشر ذكرتها في كتابي. هناك ميديترينيان فرناكلر، كيوبيزم إن أركيتكتشر، كالر إن أركيتكتشر في الميديترينيان، عمارة السواحل غير عمارة العمارة الجبلية والعمارة الصحراوية. كل واحدة إلى كاركترستيك. إذا كانت في الريزيدنشال في الإسكانات تفهم، لكن لا تفهم بعد ذلك تقدرش. إذا بدك تعمل مسرح وثياتر وفي في سيستم في تكنولوجي بدها تدخل بهذا. تمام. احنا بقينا كم سؤال ونختم، بس انه كتابك الثالث اللي هو Visual Thinkers بدأت في الكتاب بجملة اقتبستها من مذكرة مهندس يزن ابنك عن فرانك لويد رايت، انه المعماري يجب ان يكون رسول وانه يكون لديه رؤية مستقبلية 10 سنوات على الاقل. نربطها قليلا مع السؤال السابق، كيفية سرعة التطور المخيف في الزمن الحالي. كيف بتشوف مستقبل عمارتنا مع هذه التحديات كلها؟ status quo بضل محله، لانه احنا we don't promote our thinkers. المعماريين اللي عندنا ما بنقدمهم في مدارسنا. كيف بدنا نتقدم؟ بدي افهمك، كيف بدنا نتقدم اذا ما درسنا اعمال فلان وفلان وفلان؟ جامعه القاهره بتعطي كورس في الماجستير محاضره عن راسم بدران وعبد الواحد الوكيل وعلي رأفت وفلان ورمسيس في سواصف و و و والقصص. العراق رفعت التاجر الجادرجي في محمد مكيه، هذول اللي بدك تدرسهم، تدرس أعمالهم، تنخلهم وتشوف إذا صح إذا غلط، وين درسنا وين رحنا. نحن لا ندرس. ألا إذا بدك تخطط وبدك تشوف زي ما قال for 10 years أنت رسول. لما تكون معماري وتخطط بارك بدك تكون قد حالك وما ترد على الكلاينت. نحن نرضخ بنسمع للكلاينت كثير، وإذا حدا أجانا وزير ولا مش حدا ولا رئيس حكومة وقال نسوي بنسوي زي ما قال. ما بنفعش. في أمريكا وأوروبا في لجان مدينة تتحكم بالديزاين، عندهم guidelines، book of guidelines. دك تصمم سوبر ماركت هالقد البكات مش ارتدادات بس، كل السيستم. بعدين هم they plan for 50 years more for 10 years. احنا ما بنصمم إلا 6 أشهر لقدام. الشارع اللي مسويه مسويه لسنة سنتين، المي اللي مسويه عندنا، الكهرباء اللي بنبنيها،
بنبني العمود وبنجيب السكرين، بس لو قاعدة تبعه مايلة فاتلة. كود اوف إثكس بالعمارة وبالتصميم وبالهندسة كلها، لا تزعل. الجسور، السدود، المطارات، إشي منقوص. بعض المدن العربية اللي الله منها نفضل عليها وعندها سيستم وإنجينيرز مشيت صح، بس أنا بقول لك مينتينينج المدن تزين بأبنائها، وهذه طبقات ما بتقدر أنت تغير روما، ما تغيرت بعدها روما، بتتوسع وبتروح وبتيجي يسوي روما جديد يسوي كده، بس هاي ليرز شبكات متواعد بدك تجددها، بدك تعمل معها. فالمعماري is a missionary. بعدين العمارة vocation، هي شغف مهني، هي مش مهني ولا هي احتراف الشغف. زي الرسام، شايف الرسمات اللي وري هاي لريتشارد إنجلاند، هاي لريتشارد إنجلاند اللي ورا اللي فوق ريتشارد إنجلاند، أربعة من رسومات ريتشارد إنجلاند وراي، لأنه he thinks ahead of his time. المعماري لازم يفكر ahead of his time، زي ما عمل باولو سولوري، زي ما عمل سيزار بيلي، زي ما عمل أوسكار نيماير لما سوى برازيليا، تذكر في الستينات فضحوا عليها، وهلا برازيليا إيش coming about to be، طلع انت بيته كيف صار الفيجن. وإيش اللي بيحزنني ده، أننا لا أترك المعماريين يخطط ولا المخططين، politicians with designers، managerial skills، الوزراء اللي بيصمم، not the visionary، ما بيتركوا الديزاينر يشتغلها إلا إذا جابوا حدا من برا، ولا جابوا لك حدا في إحدى الدول العربية وقالوا هذا واحد من بريطانيا ولا أمريكا، زي ما بيجيبوا نورمان فوستر وبيجيبوا فلان وبيجيبوا ريم كولاس. سمعنا ليش بيخلوا يسوي اللي بده إياه بالضبط exactly. برغي ما بغيروا، أنا مش بغيروا البرغي، أنا بغيروا كل القاعدة تبعه. طبعا أنا ببالغ شوية، بس زي الدكتور، روح الدكتور بصير بدك تعلم الدكتور كيف يداوي سنانك وكيف يداوي الأعصاب تبعك وكيف يجي إذنك وقلبك. لا يا دكتور، مش هيك قال لي ابن عمي، لا يا دكتور لازم يشرب ميرامية، يا زلمة يشرب ميرامية لو وجع البطن، بس إذا بدك تفحص وتلاقي وجع البطن في الفيروس you have to go through the process. فلذلك تخطيطنا مبتور، وعندنا جزئية المعرفة، ونتفنن في زيادة جزئية المعرفة. هذا كتاب الفيجوال ثينكرز. الان ايش في كتب جديده عم تحضر لها؟ والله انا يعني الكتب اللي بدي احضرها الان درون ميموريز 2 ما شاء الله، والبلانتس اند بيردز بتاعت الاردن اللي انا بشتغل فيها على المقص، واي ثينك اي ويل دوكيومنت، يزن از وركينج اون ا سمول بوك له عن المقص، ويل دوكيومنت ذيس بوكس، وي هاف تو دوكيومنت ذيس. هذا يعني شوف الرسم غير الحقيقه، غير الصوره، غير الهاي. بتحاول لما بدك تقراه، ما انت بدك تقرا خصائصه وبتعرف ليش ذيله طويل وليش ذيله قصير وليش منخاره هيك وشو بيعمل وكيف بيعيش وعلى ماذا يعتاش، وبتستغرب قديش ربنا حط في بعض الطيور وبعض النباتات فاليو كبيرة جدا لا نقدرها، لأنه الصقر وعين الصقر وعين العقاب مثلا النسر بيعيش 100 سنة. بدك تعرف ليش بيعيش 100 سنة، كيف عاش 100 سنة، شو السبب، كيف علوه، كيف بهبط، كيف بيعمل مانوفرينج، منين أجت ديزاين الجاغوار، من الجاغوار، سيارة الجاغوار، منين أجل الخضار اللي هو ستيل، هاي الطائرة اللي ما بتنشاف، من طائر عندنا بالأردن نشوفه اسمه الخضاري، ما بصور موجودة صورته هون، بس لما يجي بيجي كأنه سمكة طائرة which is a sheet. فيها الفاليو بالديزاين، مش تأخذ الشغلة وتسوي زيها، تعرف المعنى behind، المعنى لتكوين الريش، المعنى لتكوين الكالرز، when you want to mix colors and how، وكيف بدك يعمل الديزاين، وليش الشيب اللي الله خلقه في النباتات والطيور والحيوانات والشو يسموه، حتى الوشق، حتى النمر، حتى أي شيء بدك تقرأه، بدك مش تطلع على الصورة وتنقلها. كثير الناس بنشوفها بس ما بيعرفوا what is the value behind it. دكتور، من ضمن التقديرات والإنجازات، ما شاء الله في عندك كتير إنجازات وتقديرات وشهادات حصلت عليها، وآخرها كان حصولك على الزمالة من الجمعية الأمريكية في هندسة مواقع أمريكية، خصوصا أنك أول عربي تمنح مثل التكريم. هذه الزمالة كان لها أثر وقع كبير عليك، هل تخبرنا عنها قليلا؟ أعتقد قبل 2017 بسنة
تم الاتصال من كيرت كيربرس اللي وراي بالصورة، اللي هو كان بريزيدنت للاس فيلم للاس ال وبريزيدنت للنومينيشن كوميتي، والسيد اللي تلبسني هذا البدالية هي كانت بريزيدنت. لما كنا نشارك في مؤتمرات الاس ال والجمعية المعمارية لهندسة المواقع وإلى آخره، كنا نقول امتى بدي اصير لاندسكيب اركيتكت ريجستر صرت. بس كان حلم صعب الوصول إليه تكون فيلو، لأنه تكون فيلو بدك تكون من 1000 معماري لانسكيب أركيتكت على مدى 120 سنة في أمريكا. كل سنة بترجح 70 100 200 250 واحد، بنقولهم 20 25 على المرد تبعهم الأتشيفمنت، وهذه مينلي لأمريكا. فيزن اشتغل في مكتب ديزاين ووركشوب، ومنها أنا عرفت كيرت كالبرتسون، وإحنا متخرجين من نفس الجامعة، ودرس بـ LSU ودرسوا أيضا جيمس تيلمان. فصارت العلاقة، فيزن اتصلوا فيه قالوا له بدنا، مع يزن وطارق وعامر، بدنا نرشح الدكتور كامل للفيلو، بس ما بدنا تحكوله جوز يمشي بدون ما يمشي. فاستمر هذا سنة وهم بجمعوا معلومات وبكتبوا وباخذوا letter of recommendation. أنا ما بعرف، أنا جاي من الجامعة الأمريكية ما دبا قبل النومينيشن، قبل ما يطلع الاسم أو الاحتفال بثلاث شهور أو أربع شهور، ولا بيحكي معي كيرت كالبرسون بيقول you've been nominated and you have been admitted to be a fellow of the American Society of Landscape Architects. ترى في أشياء كتير انبسطت فيها في حياتي، شاركت طارق ابني الأول، أولادي اللانسكيب شو بيسموها هاي المعالي، الوزارة الأتشيفمنت الأوردز الأوسمة. هذه كانت أغنى وأحلى خبرية، لأنه الكيل استبعكم واللي قيموك، مش أنت قيمت حالك. فهاي تم توزيعها بكاليفورنيا في احتفال مهيب، وأجمل ما هنحكى فيها لما أنا طلعت بقدموك 5 دقائق بيحكوا عنك أو 3 دقائق. فقالوا إنه كامل محادين من الأردن، ولما يريدوا كروزن بلدك لحالة هاي رسالة كيف عليها، لكن قالوا إنه اللانسكيب أركيتكت الوحيد في العالم الذي تبوأ أعلى مناصب حكومية كلانسكيب. هذه لحالة كانت كمان ثريلينج لإلي، معي ومع عائلتي زوجتي وولادي طارق والشبيبة كلياتهم. It was really nice. تمارا بنتي، فالحمد لله ما شاء الله خليك ياهم جميعا. احنا خلصنا الاسئله اللي احنا حضرناها، في كم سؤال من الزملاء معانا اذا تسمح لنا، في اعتقد من الدكتور كامل حداد على موضوع تطبيق تحويل المناهج التعليميه في تدريس العماره بالاردن والشرق الاوسط بشكل عام من النظريه الى التطبيق والبحث، من التعلم داخل الفصل البحث عفوا، او بشكل عام النظريه التطبيق والتعلم داخل الفصل البحث. سهل. ايش بوجه نظرك الخطوات اللي لازم نتبعها عشان نوصل لهذه المرحله؟ سهل. في الولايات المتحدة الأمريكية كان عندنا بالتدريس طبعاً field visits، كل فصل لازم يكون 3 field visits، وكل فصل لازم 3 field visits لمكاتب هندسية، ولازم فصل كامل تدريب، مش تدريب بس هيك صوري إنه راح تدرب 8 أسابيع 4 أسابيع. لازم يصير integration between practice offices، ينقوا مرسم أو ينقوا مكتب أو مكتبين أو 5 6، ويقولوا هالمرة بدنا ندرس كل أسبوع محاضرة أو محاضرتين في المكاتب. هذا الصح. عدا عن ذلك زي ما كان يعمل هارلو لاندفير معنا في، أو أنا وياه لما درست معه في جامعة تكساس A&M بالكونستراكشن، كان المشروع الكونستراكشن تبعنا how to build the platform you have to build it. بطلنا، راح الوركشوب وراح المرسم وراح المرسم والمشغل كله راح من تمام. دكتور في كم صورة هيك ظلوا في الآخر بس حبينا نسمع منك عنهم بس. حلو. اللي بالصورة بتذكرهم كلهم، بس بتذكر واحد اللي ولد نظارات اسمه أنس شناع، أبو نظارات اللي ورا النظارات، اللي ورا هذا الشاب. أوكي. أنس شناع is a leading designer في ميلانو، مصمم قبل كذا يوم طلع. أنس شناعة
من الشباب والطلاب، في طلاب كثير درسناهم ونعرفوا الآن أخذوا فرصتهم. أنا الشناعة قبل حوالي 15 سنة 13 سنة أنا رايح على روما مشان كتابي، في الطيارة شفته، أجا تقدم علي شاب سلم علي مرحبا كيف، قال لي عرفتني؟ تعرفتك أنس، أنا الشناعة. طبعا أبوه دكتور معروف طب كويس، وكتب كتاب جديد مؤخرا عن قصة حياته كدكتور. وأنس أخذ فرصته وراح واشتغل ودرس اندستريال حتى يعرف كيت، وفتح محل وهي is doing a beautiful work. وقبل يومين ثلاثة كان إله إما على منصة أو إشي هون في عمان كان إله مقابل. هلا الجميل في أنس إله أخو تاني كمان he is one of the leading actors في مسلسل CIS أو إشي زي هيك بأمريكا. فهذه اللي بتذكره، اللي بجنبي أبو نظارات اللي ماد إيده هيك ويأشر زميل عراقي الآن استوطن بالأردن اسمه الدكتور محمد كاظم، درست أنا وياه فترة طويلة إن شاء الله، وكان يدرس سنة ثالثة ورابعة، very brilliant teacher، وكان مقبول كتير من الطلاب. طبعا في طلاب كتير بتذكرهم، في طلاب ما بتذكرهم بنسى أسماءهم، بس هذا وأعتقد هذه كانت الصورة بجوز. هاي لما استلمت دكتورة الماسترز بي الماسترز ماسترز اي ثينك بالليزيانا ستيت هذه احنا حكينا عنها، هذه اعتقد جعفر طوقان الله يرحمه، ريتشارد انجلاند في بيتي، ماريو بيساني واحد من كريتيك، هذا ريتشارد اللي على يسار ريتشارد وانا بنصح اللي بيشتغلوا بالكلرز وبيعرفوا بالكلرز هي از وان اوف ذا موست امبورتنت سبيريتشوال اركيتكتس، بسمم كنائس وبسمم سبيريتشوال. وجعفر الله يرحمه وماريو بيساني هي رايتر كريتيك ايطاليا في منزلي هسه. اعتقد هذه كانت برضو مع ريتشارد مالطا، ريتشارد انجلاند، بورجيني درافت. احنا في كتاب انا وياه وجيمس تيرنر لازم كان نخلصه، ما خلصنا لحد الان. ان شاء الله بيخلص. في سؤال من زميلنا عبدو السمين اعتقد، مش متاكد من الاسم، السؤالين هم بس انا حاسرك اياهم بطريقه ثانيه. انت ذكرت انه منطقتنا برت بحضارات كتير، وخصوصيه الطب الجغرافيه والثقافيه لكل منطقه، ومع تطور الحضاره اللي قاعد بيصير والنقل استيراد المواد الى اخره، كل هذه ايش نقدر نوصف العماره في منطقتنا؟ هل هي عجينه؟ هل هي عالمية؟ لا مش عالمية، هي عمارة متوسطية، هي regional architecture، عمارة إقليمية مرتبطة بالعمارة حوض الأبيض المتوسط، ما يغلب عليها طبعا كيوبيزم، فتحاتنا، التعامل مع الأشكال المعمارية، التعامل مع كلياتها، هي regional architecture، هي عمارة متوسطية. دكتور طيب آخر حاجة، سؤالي أو سؤالين أخيرات عشان طولنا، اللاندسكيب إيش نقدر أكتر كلمة عربية نقدر نستعملها لإلها إذا بدنا نعربها أو نستعملها بعربي؟ أنا بعتقد هندسة تصميم المواقع، simple as that. هندسة تصميم المواقع. زي هندسة الصناعي والهندسة الكيت والماكرو. تعطيها لاندسكيب، هندسة اللاندسكيب، لا هي هندسة تصميم المواقع. لأنه أنت بتأخذ موقع بتصممه معماريا، هندسة المواقع المعمارية، هيك أنا بسميه. دكتور خلينا نختم بسؤال أخير، اللي هي أهم نصيحة ممكن توجهها سواء للطلاب أو الممارسين أو أكاديميين. شغلتين، القراءة والترحال. القراءة والترحال، معماري بدك تكون قد حالك، بدك تكون مثقف عالي الثقافة، والترحال هاي منظومة حضارات، بدك تعرف شو هي المال العمارة في مالطا والعمارة في كيت والعمارة في كيت محصور بها تاريخ. ده سلام، أنا شايف ترسم وانت صغير دكتور. هذا أعتقد إلها دائما، كل ما تشوفني أمي بتحكي لي لطول عمرها دائما لما شافتني بهالقلم، هاي الصورة بالحرقة وأنا ماسك قلم أبوي باركر كان يمكن مسكت، بتقول لي من مسكة القلم تبعك دائما، والله من أنت صغير ديك الفصيحة بتعرف القصة. بس this is a very beautiful pictures أبوي. بس يعني الحمد لله، الحمد من لله. يريد أن يتقدم عليه أن يضحي بوقته لوطنه. يا سيدي بارك لك ربنا في عمرك حبيب. وعملك والشباب كلهم وجميع الحاضرين. تسلم دكتور، وهذا من اللقاءات الهادئة المطولة اللي ما فيها ضغط نفسي، إن شاء الله مطولنا عليك.
لا مطولة وجميلة، لأنه ما في خلص وتستعجل واسلك لا 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 وعقب ولا تعقب وتبدأ. احنا اللي خايفين اتأخرنا عليك، ما بالعكس. لا لا سيدي، الوقت ما احنا بدنا نخصص وقت، وقتنا وقتكم. لكن أركينت انتو صح ولا انا غلطان؟ صح؟ صحيح، ايوه أركينت. I think انتو you are a beautiful group، بتعملوا شغل الله ممتاز وايد سبيكتروم. بس بدي انصح نصيحة صغيرة كمان. اكيد لازم، في هذا العالم العربي هناك فتيات ناريات قدمنا وما زلنا يقدمنا أكاديميات ومزاولات. صحيح، لأنه معظم بناتنا اللي بيعملوا عمارة أو يحملوا درجات في العمارة المعماريات أكثر من المعماريين، وهم أمهات وأخوات وبنات وزوجات. فأرجوك إذا تكرمت علينا كثر من لقاء بعض من الصبايا المبدعات أكيد بإذن الله في عالمنا العربي. سيدي يعطيكم العافية، تسلم. الله يحييك، نشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم.